السلام عليكم ومرحبا بكم ضمن حلقة جديدة من برنامج مباشرة معكم. أعادت حادثة اعتداء على أحد الأساتذة بإحدى الثانويات الإعدادية بمدينة سلا مؤخرا إلى الواجهة إشكالية أو ظاهرة العنف المدرسي التي تعددت حالته وتعددت مظاهره من عنف جسدي ونفسي ولفظي وجنسي أحيانا. تعددت مظاهره إذن وتعدد المسؤولون عنه. سنحاول خلال حلقة هذا المساء قلة أبرز أسبابه ومظاهره ونتساءل كذلك عن الحلول والمقاربات القمينة بتجاوزه والحد منه في أفق إعادة الاعتبار للمدرسة وللفضاء التربوي وإعادة الحرمة لهذا الفضاء الذي هو من المفترض أنه سيصنع قيما وسيصنع جيلا الذي سيرهن مستقبل البلاد خلال القادم من السنين والعقود. قبل الشرع في مناقشة محاور هذه الحلقة أفسح المجال للحسين الزيق المكلف باستقبال أسئلتكم وتعليقاتكم على البرنامج. سي الحسين تفضل. عما شكرا سي جماعة ومرحبا بالمشاهدين. إذن بسرعة تقرب وسائل التواصل مع هذه النافذة التفاعلية. عندنا الوسيلة التواصل الأولى الرسائل النصية القصيرة رسالة SMS على الرقم 18 18. عندنا كذلك عنوان أو بريد إلكتروني مباشر للبرنامج اللي هو مباشرة @basque2m.ma أو للتفاعل مع محاور النقاش من خلال الصفحات الخاصة بالبرنامج بالإنترنت وبالمواقع الاجتماعية للتواصل كما هو مبين أسفل الشاشة. إذن نحن في انتظار مشاركتكم. سي خالد فارس مرحبا بك. مرحبا. انت المفتش العام للشؤون التربويه بوزاره التربيه الوطنيه. ومن بعد الحادثه ديال سلا كان حديث على خليه شكلتها الوزاره وزاره التربيه الوطنيه مع وزاره العدل. بغينا نعرفوا فين وصل العمل ديال هذه الخليه. طيب هو الاشتغال على الخليه جد متقدم وكاين تصور لوضع استراتيجيه لمعالجه ظاهره العنف بشكل عام من أجل أنه استحضار مقاربة شمولية فيها البعد التربوي البعد الاجتماعي والبعد النفسي والبعد القانوني في مستواه البيداغوجي. ولكن بودي بهذه المناسبة أولا نحيي الأسرة التعليمية بكل صدق، نحيي كذلك أبناء المتعلمين والمتعلمات، لأنه لما تقع حادثة من الحوادث لابد من البحث على الاسباب ديالها من اجل تجاوزها، ولا يمكن ان نرمي التبعات على طرف دون الاخر. نحن نؤازر الاستاذ المتعدى عليه، ولكن في نفس الوقت لابد ان نجتهد وان نستبق للبحث على الحلول القمينه حتى تكون المدرسه في مستوى تطلعات المجتمع المغربي. نعم. السيده امينه بعجي مرحبا بك. شكرا. انت رئيسه الجمعيه المغربيه للانصات والتحاور، جمعيه اسست منذ سنه 2005، وتعتبرون بانه بالامكان تفادي حاله العنف عبر مقاربه سميتوها بالاستباقيه. كيفاش المقاربه الاستباقيه؟ بالنسبه لنا المقاربه الاستباقيه تتجلى في مراصد الانصات والتحاور اللي تاسست من اجلهم الجمعيه، لان اسسناها من اجل محاربه الهدر والتسرب الدراسي، وباش ننظموا جلسات، لان المقاربه الجديده ديال العمل ديال الجمعيه ديالنا هو جلسات جماعيه مع التلاميذ لخلق ثقافه الانصات والتحاور. وهذه الجلسات نعطيو فرصه للتلميذ انه تطرح مشاكله وهمومه وحاجياته وحتى الرغبات ديالو في احيان، ولتتكون هذه المائده المستديره ديالو مع التلاميذ تيشرف عليها اما استاذ اللي خدات كل مجال الانصات او اخصائي نفساني او مساعده اجتماعيه. ايضا تنحاولوا قبل ما نوصلوا لهذا المشكل وصلنا له، حنا تنادي بها سنوات بتواجد هذه المراصد داخل المؤسسات التعليميه زياده على حملات ديال التحسيس والتوعيه من اجل محاربه العنف، لان العنف وحتى المخدرات، لان اصبحت تاخذ واحد الحيز كبير من العمل ديال الجمعيه، وتنعرفوا بان المخدرات هي اللي تتدي بشكل كبير الى العنف. نعم. السيده سليمه البسام مرحبا بك. شكرا سيدي. انت عضو المكتب الوطني لفدرالية جمعيات اباء وامهات واولياء التلاميذ بالمغرب. كاين اللي كيعتبر بانه من بين اسباب انتشار العنف غياب ولا ضعف التواصل ما بين الاسره والمدرسه، هل تشاطرين هذا الراي؟ اولا نعبر عن اسفنا الشديد لهذا السلوك المشين داخل المؤسسات، واننا كنتمنوا الشفاء العاجل للاستاذ، وايضا ما نعتبروش وما نجرموش هذاك التلميذ اللي صدر منه ذاك السلوك المشين، لاننا كنعرفوا على انه العنف كيكون هو سلوك وانما كياتي على نتيجه وكيكون الانسان في قمه الغضب. من الضروره كيف قالت الاستاذه على اننا نبحثوا هذوك التلاميذ شنو هما الاسباب وشنو هما الدوافع اللي جعلتهم، وما نحاولوش نرمي السبب الوحيد على الاسره، وانما راحنا كلنا مشتركين فيه
كأطر إدارية، كأطر تربوية، كأسرة، كمجتمع داخلي ومجتمع خارجي، وكاملين كنساهموا في ذاك النتيجة ديال ذاك العنف داخل المؤسسة، وكنعرفوا كاملين على أن التلميذ ما وصل ذاك السلوك المشين إلا وحتى هو عنده دوافع واللي خصنا نسمعوها. تراكمات. سير الجيل بحدو، مرحبا بك. انت رئيس التضامن الجامعي المغربي، هذه جمعيه كيرجع يعني للتاسيس ديالها يعني بسنوات بدايه الاستقلال، وكتستقبل كل سنه كتستقبلوا الملفات والشكايات ديال حالات من حالات العنف. مثلا ما عرفتش واش عندكم معطيات المتعلقه مثلا بالسنه المنقضيه سنه 2012. شكرا سي جماع، وتحيه للاعضاء الهيئه التعليميه في كل المواقع ديالهم من الاساتذه والاستاذات ومناضلين واحد الميدان اللي عنده أهميته الاقتصادية والاجتماعية في المغرب. فيما يتعلق بالجمعية التضامن الجامعي، لم تؤسس بداية الاستقلال، وإنما أسست سنة 1934، وأسسها المدرسون الفرنسيون العاملون في المغرب، اللي هي استمرار الجمعية الفرنسية اللي كانت تأسست في نهاية القرن التاسع عشر لأسباب تتعلق بالحوادث المدرسية ومواجهة مخاطر المهنة. فيما يتعلق بالحادثة التي يرجع لها الفضل في إثارة هذا المشكل على المستوى الوطني وعلى مستوى الإعلام وعلى مستوى الحكومة ووزارة التربية الوطنية، بالنسبة لنا هذه حوادث عادية لأن اعتدنا عليها منذ سنوات. يعني العنف الموجه ضد التلاميذ كان من 1960 حتى 1980، ثم انتقل العنف في الاتجاه الآخر في مواجهة الأساتذة ابتداء من سنة 80-81، وبالتالي فأن احنا تنعيش هذه الحالات باستمرار. ومن بعد يمكن نعطيك الإحصائيات، لأنه الحوادث تسير في خط بياني صاعد يعني سنة عن أخرى، لكن العنف بهذا المفهوم للعنف الكبير حالات محدودة، يعني ما يمكنش نقول بانه هذه ظاهره. نعم. هدى هاري، مرحبا بك. انت تلميذه طالبه في احدى الثانويات بالرباط، كنشكرك على الحضور ديالك معنا. في المؤسسه ديالكم شنو هي ابرز حالات العنف اللي كتلاحظيها انت؟ كاين العنف الجسدي، كاين العنف اللفظي، ولكن ماشي بزاف عندنا في المدرسه، كاين في مدارس كثيره خارج الرباط، ديفوا في النواحي ديال الرباط. كنسمعها من لي كوليك ديالي، ولكن ما كناش نشوفوا بان ذاك التلميذ انسان عنيف هكا، حيت العنف ما كيجيش غير هكاك. ذاك الطفل ولا ذاك التلميذ كيكون عاش ذاك العنف او لا شافه، يعني ما كناش نطالبوا ان نقولوا هذاك مجرم ولا هذاك انسان عنيف غير هكاك، هذاك ضحيه المجتمع قبل ما يكون انسان عنيف. نقطع عليكم بداية، نتابع واحد الروبورتاج أجازه أحمد مكاوي من إحدى الثانويات هنا بمدينة الدار البيضاء، اللي فيه بعض يعني المظاهر العنف اللي كانت تكلموا عليها، وفيه كذلك استمعنا فيه لمختلف الأطراف وغتفيدنا يعني كمادة لمواصلة النقاش. نتابع الروبورتاج. نحن بثانوية بالدار البيضاء، ما يقارب 3000 تلميذ وتلميذة يتابعون دراستهم وسط أقسام مسيجة، جدران تغزوها تعابير معينة وتطبيع لربما مع سلوكات العنف. العنف كيفما كانت درجته يظهر هنا في أي مناسبة، كما هو الحال لحظة تماطل التلاميذ في الالتحاق بالقسم. الغضب ظاهر على الأطر التربوية. انتم الاستاذه ديالكم غائبه برخصه، غادي نهبط بهدوء. طلعت للقاعه ما لقيتش الاستاذه، غادي نهبط بهدوء والتحقي ما هنا بالفضاء المطالعه، ولا في ننتظر تجي الحصه المواليه. بالحلول الاساسيه لامتصاص هاد العوامل اللي كتؤدي للعنف ديال التلاميذ هو خلق أنشطة داخل المؤسسة، وخاصة الأنشطة الرياضية اللي كتمتص واحد الجانب كبير من داك الطاقة ديال التلاميذ اللي كتقدر تتحول إلى عنف. وبالفعل التلميذات والتلاميذ ليس أمامهم سوى الانتظار في حالة تغيب أستاذ. في نفس الوقت يتابع تلاميذ آخرون الدرس في قسم يضم آثار عنف مر من هنا.
بحال دابا كتلقى الميت جا هرس الدجاج ولا شي حاجه ربما تعبير عند الذات ديالو، كون جينا نوقفو ونتصنتو ونعطيو ليه الكلمه ونتصنتو ليه ربما باغي يقول شي حاجه من ضغط التخريب. كل واحد من هؤلاء له حكايه مع عنف ما مورث خلال المشوار الدراسي. واحد الاستاذ انا كنت نقرا عنده كان تقلع حيا بزاف في الكوليج، بصح حنا كنا باقيين يلا طالعين نسلس ما عارفين والو، حتى تلقاو بحال هكا بحال شي واحد كاتاستروف تعاير بكلام ساقط اكثرين بالنسبه للبنات، حتى الدراري بحال هكا تقمعوا. استاذه اخرى كانت ظريفه وما كتحطش النقط، واحد الدري ديما كتحط لي النقط اقل من المعدل ويبقى يتحلف عليها ديما كيقول لها انت غير غتخرجي غندوز عليك الموس من الودن تلولا، كتخلع دائما صافي و هي بدلت المؤسسات. كانت عندنا واحد استاذه التربيه الاسلاميه كانت قالت لي نوض على الطرف زعما نوض ورينا الطريقه ديال الصلاه زعما ديال السجود، كيف كنسجد الطريقه الصحيحه ديال السجود، الاستاذ غير توسخ لي السروال ما رضاتش بدات كتضحك، صافي خرجت الحصه الجايه وجات تسولت واحد السؤال جيت بغيت نجاوب الاستاذه قالت لي لا ما تجاوبي غير توسخ لك فمك، بدات كتضحك وهذا في حد ذاته عرفت نفسي انا ما رضيتش ديك اللحظه بدات كتضحك. حكاية العنف داخل المؤسسة التعليمية بالنسبة لهذا الأستاذ نتيجة لعنف من نوع خاص. العنف الأساسي اللي كيبان ليا بالنسبة ليا كأستاذ هو هذا التلميذ هذا اللي كنتعاملوا معاه ما كنلقاوش له الوقت فاش بحكم هذا الزخم ديال البرامج فاش كنعيشوا والوقت ما كاينش ما كنلقاوش فين نهضروا مع التلاميذ ديالنا. نترك القسم ونلتحق باجتماع يحضره رئيس جمعية الآباء وأطر إدارية مختلفة، الغرض تتبع حالات للعنف داخل المؤسسة. عندنا واحد جوج ديال الحالات، جوج تلامذ اللي قاموا بسلوك، الأول تجاه أستاذ مادة الفلسفة والثاني تجاه السيد الحارس العام يعني ممثل الإدارة. كتقول لي مثلا خصني ولا أنا نتكلم معاه خاصك تحضروا وكيرفض كيقول لك لا ما غنجيبش با انا راه كبير انا هضر معايا، هذا انا كنصنفو عنف. الاجتماعات اللي تنديروا حنا كجمعيه الاباء فالاباء ما كيجيوش، يعني المؤسسه تقدر تكون فيها 3000 يقدر يجيك 10 وهذا مشكل كبير. عنف بين التلاميذ، عنف اتجاه الإدارة، عنف ضد المتعلم. المؤسسة التعليمية المغربية تعيش في ظل عنف ظاهر وآخر مضمر يحتاج لربما الكثير من العمل. كنظن ربما هذا الروبورتاج كل واحد فيكم يعني ربما عطاه فكرة ولا شي تعقيب معين على المضامين اللي فيه. سي فارس. طيب هو الروبورتاج اساسا اعطانا واحد الزوم على واحد وضعيه معينه، ولكن هذا ما خصناش نتجاهلوا بانه العنف هو ظاهره، ما يمكنش نغفلوه بانه ماشي ظاهره، هو ظاهره معقده وغير معزوله لانها كتغدى بجوانب متعدده تربويه اجتماعيه نفسيه اقتصاديه سياسيه ثقافيه. في نفس الوقت لا يخضع الى نمطيه معينه، هو زئبقي وفق ظروف معينه غير منتظره. المستوى الثاني انه العنف في مسؤولية المدرسة بشكل مركزي وتتحمل الوزارة مسؤوليتها في هذا الجانب، ولكن قبل من الوزارة هناك الأسرة لأن هي الخلية الأساسية للتنشئة الاجتماعية، ولكن كيطلب منا هذا في نفس الوقت أنه يكون عندنا واحد الحوار علمي ودقيق وهادئ وفي نفس الوقت مقاربة شمولية. تشار كذلك أنه العنف تطور نتيجة المرحلة الزمنية اللي كنعرفوها والانفتاح اللي كنعرفوه، وهو ليس عيبا أن هناك تحولات اجتماعية كيعرفها المغرب. هذه التحولات هذه يكون المصرح ديالها هو المدرسه والتمثلات ديالها هي المدرسه، فانتقل العنف بين المتعلمين الى العنف ازاء الاساسيه. هذه الوضعيه كتحتاج لدراسه وكتحتاج لاعاده النظر في واحد العدد نتاع المعطيات المتعلقه بالمناهج، وكذلك اتاحه فرص متعدده لانشطه الحياه المدرسيه باشكالها المختلفه لان متنفس لاعطاء فرصه للمتعلم لاثبات ذاته وللاستقرار النفسي، خصوصا ان المرحله نتاع المدرسه هي مرحله نمو سواء في الطفوله اللي تتميز بالحركه او بالنسبه للمراهقه اللي كتميز بالشخصيه المتدفقه التي تبحث عن تفريغ كل الشحنات القلقيه واثبات ذاتها. سيده بعجيف، من النقط اللي ترت في الروبورتاج هو خصوصا من خلال يعني شهاده بعض التلاميذ ومسؤوليه بعض الاساتذه، انت كنتي استاذه نذكر بانه كنتي استاذه الفلسفه لسنين طويله، واش ما كتشوفش بانه ربما الاطر التعليميه احيانا عندهم مسؤوليه فيما يقع؟ بطبيعه الحال ما يمكنش ينفيو المسؤوليه على الاستاذ، لاننا كما جميع القطاعات تلقوا
استاذ كف واستاذ غير كف، استاذ عنده طريقه ديال التعامل مزيانه استاذ لا، وشاروا لها تلميذ في ريبورتاج كما قال هناك تيتمارس عليهم عنف لفظي، قال قبيله التلميذ بان هادشي تيضرنا في خاطرنا. لهذا حنا ملي تنكونوا في التكوين ديال الاساتذه، لان الجمعيه ملي تاسست وحنا تنديروا تكوين الاساتذه، اللي لقينا هو ان الاساتذه ناقصهم تكوين بيداغوجي. ملي تنديروا تكوين الاساتذه تيقولوا لك لو كان درتوا لنا تكوين سنوات عده، لاننا حنا كاساتذه خرجنا على مجموعه التلاميذ بلا ما قصدنا. اذا التصرفات ديال الاستاذ ما كانش تتلائم الجو ديال القسم، لان التلميذ علاش يقلب؟ هو واحد التلميذ قال بانه هذا التلميذ يقول شيئا ما من خلال هذا التخريب، يقول شيئا ما، لانه ملي تكتب في الجدران فهو تيعبر على السوق ديالو، تنشوفوا الصحه كلها مزبله. اذا الفوضى في داخل المؤسسه، اذا المؤسسه في حد ذاتها ليست فضاء محبوبا للتلميذ. وحنا كجمعيه تنقولوا خص المؤسسه ترجع لها الاعتبار ديالها وتكون فضاء محبوب، وباش تكون فضاء محبوب كما قال الاستاذ والمدير خصنا تكون عندنا انشطه ترفيهيه للتلميذ. كفى ما نشحنوا التلميذ بالمقررات، كفى ما نقيدوا الاستاذ بالغلاف الزمني، لان احنا مع المفتشين ملي تتهضر تتقول له هذه تقول لك خصك تكمل الهاجس ديال الوقت، خصك تكمل المقرر، خصك دير. حنا ملي تنقولوا للاساتذه عطيو التلامذ واحد 10 دقائق في البدايه ديال السلام وديال التحيه وديال استحضار شويه ديال الوعي عند التلميذ وهذا، باش نفتحوا له الشهيه ذاك الدرس. تيقول لك واي ما يمكنليش انا نعطيه 10 دقائق وانا استاذ ديال الرياضيات وانا استاذ ديال الفيزياء وانا متابع هذا. اذا ولا هاجس ديال الوقت خطير، وهو اللي يولد العنف عند التلميذ، لان ما التلميذ ما تلقاش راحته في القسم، لانه تيتشحن بالمقرر والمقرر طويل بزاف. الاساتذه تيجيو معصبين بالتحاضر وبهذا وفي اللقاءات ملي تتكون مع المفتش كما قلت لك خصك هذا المحور خصو يكمل في واحد المده زمنيه معينه. حتى حنا راه تيدير لنا ذاك الضغط، هذاك راه عنف بالنسبه للاستاذ في حد ذاته. اذا ملي تيدخل سربيوني عطيوني طلقوني، اذا ما كاينش. انا تنعرف تلميذه انتحرات لانها عندها مشكل، جات عند الاستاذه قالت لها استاذه بغيت نطرح لك مشكل، قالت لها ما عنديش الوقت، مزروبه مزروبه مزروبه، خليك حتى الغدا. التلميذه عندها مشكل ما قالت من طرحوا، رجعت التلميذه الغد عند الاستاذه قالت لها عندي مشكله استاذه بغيت نهضر معك، عندي مشكل. قالت لها بنتي والله الا دابا ما ساليش الله يتكسر خليه من بعد الغد. لي سمعوا التلميذه انتحرت. يعني لو كان ربما مفترض انه كان لي سمع لديك التلميذه ورا التلاميذ شرعوا لها، لو كانوا عندنا. انا ماشي تنقول لاننا اسسنا جمعيه من اجل المراصد، ولكن تنقول بان هناك ضروره ملحه لمراصد الانصات والتحاور. وحنا ملي تنقولوا مناصر مراصد الانصات ماشي بوحدها، لان تنعتبروا الانديه المتابعه لها كلها منابر الانصات. لان متى دير التلميذ المسرح راه تيفرغ فيه، تلقى قاعه فيها الموسيقى راه هنا باش يولي المؤسسه فضاء محبوب. ملي تلقى قاعه فيها الشطرنج، قاعه فيها الانشطه اللي ربما الانشطه اللي غادي ترفه عليه وتخفف عليه المعاناه وتتخليه تيجي مرتاح تيخرج من ديك الحصه. الاستاذ قال الرياضه، الرياضه متنفس لهم ولكن الساعات قلال. اذا تيجيو هما بدوك الهيجان ديالهم تيدخلوا الاستاذ براسه راه حتى هو مضغوط. وكاين اللي مع كامل الاسف بعض الالفاظ اللي ما تتكونش معقوله داخل القسم، واللي هي بعض الاحيان تستفز التلميذ. الاداره حتى هي بعض المرات راه تستعمل، لان كل شيء عليه ضغوطات كثيره، تتلقى مؤسسه كبيره بالتلاف. العنف مثلا بين الاساتذه بيناتهم، يعني اللي مفترض انهم وهذا مشكل اخر، لان ملي تيبدا استاذ يدوي في استاذ قدام التلميذ راه هذا مشكل. ملي الاداره تبدا تهضر في استاذ واستاذ يبدا يهضر في الاداره هذا راه مشكل. لهذا حنا كجمعيه تنقولوا خصنا واحد التواصل فعال. حنا تنديروا جلسات مع الاساتذه، تنديروا جلسات مع الاداره، وتنديروا جلسات مع الاباء، لان نخلقوا واحد التصالح اللي بغينا نسميوه ما بين التلميذ والاستاذ، ما بين الاستاذ والاداره، باش الاستاذ والاداره يكونوا يد وحده باش يعاونوا التلميذ، والتلميذ يعيش كما قال التلميذ قبيله. راه التلميذ ما جاوش معاه العنف، ممكن جابوا معاه من دارهم. حنا هذا نتكلموا على هذا المشكل، لانه التنشئه الاجتماعيه تتلعب دور، ولكن لو كان يجي من الدار ويلقى فضاء المؤسسه ترحب به كان يمكن يكون احسن. هدى واقيلا عندك شي تعقيب؟ بحال اللي قالت الاستاذه، التلميذ خصو واحد الفضاء فاش يفرغ ذاك الطاقه. التلاميذ من 13 17 18 راه عندهم بزاف الطاقه، خصهم يخرجوها في شي حاجه ايجابيه، ماشي شي حاجه سلبيه بحال المخدرات الكحول ولا الى اخره.
خصو شي حاجه ايجابيه من غير القرايه راه ستريس كنقراو من 8 حتى 12 راه بزاف وبزاف د المواد سي ترو ستريس راه بزاف ما يمكنش ستريس في القسم وستريس في الدار عاوتاني دوفوار وداك الشيء خصو شويه ديال داك المتنفس بحال اللي قالت المتنفس المسرح كيخرجوا حتى المواهب ديالو عنده شي موهبه يخرجها كيحس بان هذاك هو المكان ديالو كينتمي لذاك المؤسسه ذاك الثانويه هو ماشي مهمش سيدة بسام تمت الإشارة للمسؤولية ديال جمعيات الآباء ونشار لها أحد المتدخلين بأنه مثلا من أصل 3000 يعني مثلا تلميذ كيحضروا مثلا 10 ديال الآباء ولا ديال الأولياء ولا ديال الأمهات واش ما كتشوفش بأن كاين كذلك واحد النوع نقدر نسموه ديال استقالة الأسرة يعني في دورها في عملية التنشئة بشكل عام هو للاسف ماشي استقاله الاسره وانما كنعرفوا بعدا نتكلموا على بحكم ان جمعيه الاباء اللي ولا تواجدها شبه اليومي داخل المؤسسات وهذا اعترافا من كثير من المؤسسات ومن الاداره التربويه على ان المؤسسه الناجحه والمثاليه في هذا الوقت هي اللي كتعتبر جمعيه الاباء شريك وكتشركها في جميع المخططات ديالها وخصوصا كيف ما قالوا الاخوان على ان جمعيه الاباء الانديه المفعله داخل المؤسسه راها كتنجحها غير جمعيه الاباء حاليا وكتفتحها غير جمعيه الاباء لان الإدارة ولا الوزاره الوصيه ما كاينش توفر حتى الموارد البشريه يعني الاقسام بدرجه على انها توفر مساعد اجتماعي على انها توفر فتح الانديه داخل المؤسسه الاستاذ كيف قالت الاستاذه عليه دروس ولا مقررات جد ضخمه واللي ولا الاستاذ على انه ما عندوش الوقت باش يفعل الانديه وكيف كنا كنعرفوا سابقا على انهم كانوا الاساسيين ديال المؤسسه ديالنا هما اللي كانوا كيفعلوا الانديه واللي كانوا كيتراسوا عليهم وانما دابا للاسف على انهم ولاو كيديروا لهم داك الانشطه المدمجه اللي كتكون داخل القسم والاستاذ عنده المقرر عامر ما عندوش الساعه كيفاش يدير يفصلها باش انهم يعطيهم توضيحات بالنسبه لا عيد وطني ولا على عيد ديني ولا على انشطه موازيه داخل القسم اذا بالتالي على انه كيبقى الاستاذ كيلتزم بالمقرر ديالو جمعيه الاباء الوحيده اللي كتشوف على انها خصوصا الجمعيه الوعيه على انها كدير جموع يعني اجتماعات مع الاباء وما نكروش كاينين بعض المؤسسات لانهم ما كيحضروش وانما الاباء وعاو بهذه المساله هذه لان المنظومه التربويه بانت الهوه ديالها وبانت على ان المنظومه التربويه بدات كتدهور شيئا فشيئا والكل كيطرح التساؤل من السبب واش من الوزاره الوصيه واش من الاطر الاداريه واش من الاطر التربويه واش من التلاميذ ديالنا الابناء ديالنا اللي هو جيل اللي ولا كيحس انه ناضج اكثر من القياس وحنا مازالين عندنا ذاك العقليه القديمه على اننا كنربيوه بداك الطريقه السابقه على اننا كنبغيو نضبطوه بالعصا وبالكلام الواعر وباللفظ المشين وهو ما بقاش كيتقبل ذاك المسائل واش السبب على ان الاسر ديالنا كيف قلتي على انهم ماشي استقلوا وان الاسر ديالنا ما نساوش على ان الجانب الاقتصادي كيدخل حتى هو في هذه المساله اللي كانت سابقا كانت الا كان الاب كيخدم في الشارع كانت الام كتكون داخل البيت ولو انها كتشتغل وانما كتشتغل الصنعه داخل البيت اللي ولات دابا الام حتى هي مسكينه كتخرج وكتدبر على القوت اليومي ديالها اذا بهذه الطريقه هذه ما يمكن لهاش على انها تقدر تواكب ما بين المدرسه وما بين التربيه ديال ولادها وما بين الزنقه وفي غياب الاب وفي غياب الدور ديالنا كمجتمع كمجتمع اللي كلنا تجردنا وكلنا ولا المجتمع اصلا كله اللي ولا مجتمع ديال العنف وي هذه هي المساله اللي غنقول لك ماشي الاسر اللي قدمت الاستقاله بل كمجتمع قدمنا الاستقاله ذاك الروح ديال التكافل الاجتماعي اللي كاملين فقدناها لان سابقا كنا مع بعضياتنا شي كان كيربي شي كان الجار كيربي الجار ابن الحي كيربي ابن الحي الشارع كيربي المؤسسه كانت مقدسه لدرجه على ان من الاسباب ديال العنف على اننا التلميذ ملي ما كيلقاش الانشطه الموازيه داخل المؤسسه كيخرج بباب المؤسسه ولات باب المؤسسه ترويج الاشياء اللي يندى لها الجبين كمجتمع على انها ولا ترويج للمخدرات ولا ترويج للدعاره ولا ترويج للمخدرات الصلبه ولدرجه على انهم ولاو الناس كيقلبوا طريقه ان حتى الكحول ولاو كيبيعوه بالكيسان في باب المؤسسات لانهم عارفين باللي التلاميذ ما عندهمش باش يشريوا مثلا قرعه الكحول ولاو كيبيعوا لهم الكاس بدرهم وبجوج في باب ولكن المؤسسه. ولكن علاش كنت مثلا الاب او الام يراقب هاد ولده التجريد اللي مثلا ولده ولا هذا ما كيسولش عليه مده سنين ما عمره مشى سول فين وصل شنو دار شنو حقيقه هذا هو السبب الاساسي على ان هو الاب انه كينقطع على التواصل مع المؤسسه والمؤسسه عاود ولات حلبة صراع ما بين الاستاذ وما بين التلميذ
ان الاستاذ كيجي مشحون حتى هو الله يحسن العوان. ومن هنا كنحيوا الاساتذه الاجلاء وخصوصا اللي في المناطق النائيه واللي في القرى واللي كيضربوا كيلومترات حتى هما باش يوصلوا وباش يعلموا لنا وليداتنا. وفي نفس الوقت عاوتاني حتى دوك التلاميذ الله يحسن العوان لانهم اللي كيضربوا الكيلومترات وكيمشيو وكيوصلوا للمؤسسه. ودابا كاينين على انهم كاينين مناطق قرويه حقيقه على اننا يتليش الصدر منين كتسمع على انهم حصلوا على جوائز وجوائز دوليه لانهم راقيين في المستوى ديالهم. وهذا راجع للمجتمع ككل. وهذا التساؤل كنطرحوه كاملين على بعضياتنا. وكيف قال ذاك النوبه السيد الوزير على اننا ما نضرقوش الشمس بالغربال، على اننا كلنا وكل واحد فينا مسؤول لاننا مواطنين مغاربه ومسؤولين على المدرسه المغربيه. والمدرسه المغربيه اللي هي كتربي جيل واللي هي اللي كتربي جيل الغلط وهي الوعاء اللي كنا كاملين كناخذوا منه ذاك القيم الدينيه والخلق الفطري. نشوف سي بحدي اللي عنده شي تعقيب على هذه الافكار اللي سمع. فيما يتعلق بالروبورتاج فيه جوج ملاحظات. الملاحظه الاولى هو غياب التجهيزات الاساسيه، اي ان التلاميذ الذين هم تحت مسؤوليه المدرسه لما تيولجوها ما لقاوش القاعه فين المطالعه او يقوموا بالتمارين ديالهم والواجبات ديالهم لغايه ما تجي الحصه الثانيه. اذا شفناهم انهم في الساحه تينجزوا الواجبات ديالهم. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه هي يعني مؤسسه ب 3000 ديال التلاميذ، هذه ثكنة عسكرية ماشي 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 ثانوية، لأنه باش تضبط 3000 تلميذ داخل المؤسسة شنو هو الطاقم الإداري اللي خصها؟ خصها 3 المديرين و12 الحارس عام وجوج نظار و10 ديال المساعدين الاجتماعيين وهذا حراس 3000 3000 شيء يعني مهم. يعني رقم النقطة الثالثة اللي مثيرة في قضية الحضور ديال الآباء في الاجتماعات جمعية الآباء هي نفس الوضعية ديال عزوف المواطنين عن الانتخابات. أن المواطنين لا يشاركون في الانتخابات، لماذا؟ لأنهم يشعرون بأن الانتخابات والمجالس التي تنبؤ عنها ليس حقيقية وأنها ما تقومش بالدور ديالها الإيجابي في ضمان الحقوق والحريات. فلذلك نجد ان الاباء عازفون عن المشاركه في جمعيه الاباء لان اصبحوا مقتنعين بان المدرسه لا تعنيهم. المدرسه اللي كانت هي وسيله من وسائل الترقي الاجتماعي واللي كانت تتخرج الكفاءات وهذا اصبحت تتخرج العاطلين، تتخرج الناس اللي واقفين قدام البرلمان تيطالبوا بالشغل وهذا. ولذلك اضافه الى ان الاباء هناك من هو مشغول بقوته اليومي يعني ويجري وراء لقمة العيش، إذا الحضور ديالو في الاجتماع ديال الآباء تعتبره مسألة ثانوية. ولكن أن يقول المسؤول بأنه من ضمن 3000 تيحضروا 10000 هذا مشكل، هذه أزمة. إذا نشوفوا علاش فهمتيني، واش جمعية الآباء تصنعها المديرين في غياب الآباء؟ واش ان جمعيه الاباء لا تقوم بدورها فهمتيني في صنع القرار داخل المؤسسه التعليميه فيما يتعلق بابنائهم، ام ان جمعيه الاباء كذلك فيها قضايا خاصه؟ اذا هناك ازمه يجب البحث فيها. نعم، نشوف حسين وزيك، نشوفوا اراء المشاهدين. نعم، اذا ردود الفعل الاولى والاسئله والمشاركه للمشاهدين كلها كتاكد انه بضروره ايجاد حلول لمختلف مظاهر العنف بالمؤسسات العموميه. تدخلات المشاهدين كتشدد كذلك على المسؤوليه المشتركه للتلاميذ، الاسره، المجتمع المدني والاساتذه والاطر التربويه والاداريه. البدايه مثلا بجواد الصغيري من بني ملال اللي كيقول ان المؤسسه التعليمية تعد المتنفس الوحيد للتلاميذ في غياب المرافق الترفيهية والثقافية الأخرى كدور شباب مثلا. هذا الأمر يضيف أنه كيجعل المؤسسة بأطورها معرضين للعنف بشتى أشكاله. في نفس السياق يوسف أكساس من صغره كيعتبر المدرسة المصب الوحيد لجميع الضغوطات الخارجية للتلاميذ. وكيسأل الضيوف: فلا تجدون أن التلميذ المعنف من قبل الأهل من قبل المجتمع وكذلك في الشارع يأتي للمدرسة ليفرغ ما بداخله من سلوكيات عدوانية وعنيفة؟ مجموعة من المشاهدين من بينهم مثلا حسن الوردي من سلا، نعيمة تويمي من فاس، وعثمان محيشر من الفقيه بن صالح وغيرهم اللي كيأكدوا أن المسؤولية عن العنف مشتركة في البداية ما بين الأسرة، المجتمع المدني، الجمعيات، بلا ما ننسوا دور الأطر التعليمية. زكريا الإدريسي من الدار البيضاء كيقول أن العنف المدرسي نتاج قمع التلميذ.
عدم السماح للتلميذ مثلا بالتعبير عن مشاعره، فغالبا ما يقوم المدرسون بإدلال التلميذ وإهانته أمام الآخرين. مجموعة أخرى من المساهمات المتتبعين كي يثير انتباهنا لغياب التواصل، عبد الهادي العلوي من مراكش، محفوظ الشغري من بني ملال، ومهدي جوهري من تيزنيت وغيرهم، لكي يشوفوا أن العنف ضد الأساتذة راجع إلى غياب التواصل بين الأطر التعليمية فيما بينها وبين هذه الأطر التعليمية والتلاميذ للاعتراف بقدراتهم. نسالوا بدفعة أخرى من رسائل وآراء المشاهدين. الحسين السلمي من أكادير، سعيد الحمامي من فاس، تلميذ يعقوب من القنيطرة وغيرهم كي يثيروا انتباهنا لظاهرة غياب الأمن بمحيط المدرسة، على رأسهم مروجو المخدرات وظهور فئات لا تمت بصلة للمؤسسة وتعمد إلى انتهاك حرمة ووقار المدارس العمومية. شنو رأيك هدى في هذه التعليقات اللي سمعتي ديال المشاهدين؟ كلهم تعليقات زعما حقيقية وواقعية كاينة في في المدارس في الثانويات. وبالنسبة بغيت نرجع للنقطة ديال المدرسة بعلاقتها بالآباء، كاين واحد لو بروبليم ديال لو كونتاكت ديريكت. الليسي ولا ليكول ما عندهاش ان كونتاكت ديريكت مع لي بارون. حتى النهار اللي كنمشيو نتسجلوا داك البرا اللي كان سميتو اللي كان عمره، حنا اللي كان عمره لادغيس، كنا نديرو ان ادغيس فوس والرقم ديال الاب، كنا نديرو الرقم ديال التليفون غلط. يعني ما عمرها ديك البرا كتجيك فوالا. النتيجه تكون تكون خايبه ما عمرها غتوصل. ولكن ليكول خصها تاكد على لو بير هو اللي يجي يعمر داك لي كوردوني باش النهار اللي بغيوه يعيطوا له ديريكتومون. وبالنسبه الاجتماع اللي كيديروها بالاباء وجمعيه الاباء نورمالمون خصنا يعيطوا ديريكتومون للاباء، حيت حنايا مثلا حنايا كيعطيونا ورقه استدعيو الاب ديالك، دي فوا كنساو ما نعطيها لهم، دي فوا شي تيميد ما بغاش يعطيها للاب ديالو حيت هو ماشي مهتم بداك الشيء ولا ماشي من صالحه انه الاب ديالو يجي او الام. فوالا يعني الليسي هو خصو يعيط ديريكتومون لو بير ولا لي بارون باش هما اللي يجيو، ماشي يصيفط التلميذ يمشي يجيب. سي فارس، ثلاثة النقاط يمكن نستنتجوهم من المداخلات اللي واردة. أولا محيط المؤسسة، فعلا محيط المؤسسة يتعرض إلى هجمة شرسة، ولكن هذه الهجمة لها ما يبررها. أنا غادي ندير واحد المقاربة بسيطة، أن في حدود 7 مليون تاع التلاميذ كيقراو اليوم في المدرسة المغربية. إلى كل تلميذ خدينا واحد المعدل الأب ديالو ولا الأم ديالو كيعطيوه 2 دراهم، هي 14 مليون درهم يوميا كتصرف في جوار المدرسة. فالطرف الاخر له استراتيجيات لاقتحام هذه البيئه، ولكن هذا ما كيعنيش بانه لا الوزاره ولا الجهات المعنيه بما فيها وزاره الداخليه، الامن الوطني، الدرك الملكي، القوات المساعده، الوقايه المدنيه كتقوم بواحد الدور جد هام. ومن هذا المنبر كنقدم لهم التحيه للمجهودات ديالهم الطيبه، لان العدد اللي عندنا نتاع العنف مقلق. ولكن بالنسبه للكتله اللي هي 7,300,000 موظف خصنا نشوفوا شحال كتمثل كنسبه. المستوى الثاني هو المتعلق بالاسره. الاسره عندها دور اساسي، ماشي جمعيات الاباء كلهم فاشلين، هناك تفاوت بين جمعيات الاباء. ولكن الدعوه اليوم انه لا يعقل ان نجد تبريرا الاب او الام الا يتتبع ابنه، لانه الوضعيه الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه هي وسيله من اجل توفير وسط اسري مستقر ونحن نفرح بأبنائنا. التواصل داخل المدرسة، المدرسة اليوم كتعيش واحد التطور. إذا كان عندنا انتقال ديمقراطي راه عندنا انتقال تربوي. مع مطلع 2000 انتقلنا من التربية الموجهة اللي كانت كتعتمد على بيداغوجية الأهداف السلوك إلى مقاربة الكفايات. مقاربة الكفايات تقوم على التربية على الاختيار والديمقراطية. هذا التحدي اليوم كيجعل أننا أتحنا مناخا واسعا للتعبير عن الدوات المتعلمين، ويتطلب من الاستاذات والاساتذه واحد القدره على استيعاب هذا التحول. مطلوب كاملين نتازروا ونتعاونوا باش نمروا بسلاسه لهذه المرحله، لانها كتبني الجيل الجديد الذي سيتحمل المسؤوليه في هذا الوطن. استاذ بعجي، هذه القضيه المقاربه ربما اثرت واحد الجدل ونقاش كبير بينكم كاساتذه. اللي تنتكلم نعم هذه المقاربه اللي تنتكلموا عليها الان، لان ملي تنتكلموا على دور الاسره والتنشئه الاجتماعيه، لان فيها الاسره فيها مساله اخرى اللي خصنا ناكدوا عليها. ملي تندوي على الاسره فعلا الاسره، دابا حنا في جلسات مع الاباء شيظنوا الاباء انهم ملي تيصيفطوا اولادهم المدرسه راه ولدي مشى يقرا سالات مهمته صافي. مدرسه خصها تكون راه تيقرا وتتقول لك راه تيقرا راه تيمشي مدرسه تيقرا. الا لا ولدك راه شحال هادي هو غايب، لا تيجي
قال لا راه الاداره ما علمتنيش اداره ما درتليش اداره الا تتقول لها بان ما بقيتيش ديك الفكره ديال المدرسه اللي كان عندك سابقا انك سيفتي المدرسه راه صافي سالات المهمه ديالك سيفتي المدرسه خصك تبقى تتبع ديال الاباء لولادهم ولكن حنا متندوي على المدرسه هذا التلميذ اللي تنتكلموا عليه دابا اللي وصل هذا الهيجان وهذه الحاله من العنف وهي راه حالات كثيره اللي كاينه ديال العنف راه الاعلام غير اللي تيوصلوا ما خفيه كان اعظم راه كاين احنا راه على داخل المؤسسات راه تلقاو حالات كثيره وانواع كثيره من العنف اللي موجود داخل المؤسسات ولكن اللي تنقولوا هو اننا هذه الاسره راه خاصها هي بنفسها تكوين وهذا هو المقاربه الجديده اللي خدتها الجمعيه هو ان تنديروا التربيه الوالديه هو المشروع اللي تنخدموا الان مع السي ادريس الروغ باش نشاركوا فيه ان شاء الله اذا كان ممكن الاعلام اللي كيفاش الاباء يعرفوا اشنو وقع داخل المؤسسه التعليميه اشنو وقع في المؤسسه التعليميه وكيفاش حنا نكونوا مع المؤسسه يد واحد لان ملي تنقولوا بان التلميذ هو المحور الاساسي للعمليه التعليميه التعلميه فهو المحور الاساسي للاطراف الاربعه اللي هي الاسره اللي هي المدرسه اللي هي الاعلام واللي هي ايضا تنشوفوا حتى بالنسبه ملي تنتكلموا على الاعلام عنده واحد الدور كبير توا في التربيه لان ملي تنشوفوا هاد الدراري اللي تنقولوا عندهم العنف ملي تيجيو الولد من دراسو تيجلس قدام التلفازه كرسوم متحركه هذيك الرسوم المتحركه راه فيها عنف وتدوز له عنف بطريقه غير مباشره الافلام ديال العنف اللوحه تنشريو لهم تنشوفوا الولاد تنشريو لهم المكحله الفردي السيف الى غير ذلك هادو كلهم لعاب اللي خصنا نعيدوا فيهم النظر لانه ملي تيتفرج في التلفازه تينوض يبغي يطبق على ارض الواقع اذا هنا تنشوفوا ان الاعلام خصو يكون حتى هو عنده واحد الدور اساسي في تربيه هاد الابناء لان كنا تربيو مدرسه التربيه الاباء الاعلام الى غير ذلك اذا هنا خصنا نرجعوا الوقفه التامليه لان انا تنقول هاد الوزاره الوصيه بوحدها راه ما يمكنهاش حل المشكل لان المشكل ديال التعليم تعقد اصبحت الوزاره بوحدها ما تستطيعش حل المشكل ديالو خصو واحد العمل اللي هو تكاملي تشاركي بين جميع الفئات وفعالية المجتمع ديالنا عندنا مثلا وزاره الصحه عندنا مثلا وزاره الاوقاف حنا كجمعيه وطنيه مشينا درنا تحسيس مشينا للداخله مشينا للقلميم مع المجلس العلمي وتيدير الاعلام واحد الدور مهم جدا داخل المؤسسه التعليميه فيما جاء تحسيس حول المخدرات والامراض المنقوله اذا خص شراكه مع وزاره الثقافه وزاره الشباب والرياضه الى غير ذلك باش نحميو المدرسه المساله الاخرى اللي تنقولها انا على الاباء هو انهم تيجهلوا المساله اللي هي اساسيه لا عند الاساتذه بصراحه ولا عند الاباء هي سيكولوجيه المراهق شكون هو هذا التلميذ اللي تندرسوا وهذا المدرس اصلا يعني في الانماط للتكوين اللي تبنتها الوزاره منذ يعني منذ مده لظروف ما ولمبررات ما وانه مثلا في مراكز تكوين المعلمين يعني التلميذ من بعد البكالوريا عامين ديال التكوين هو اصلا يعني ربما يلا خرج من سن المراهقه يلا بقى وراه بواحد خطوات فكيفاش كتسنى منه هذا انه غيفهم لك مراهق هو تقريبا فايتو غيب عامين او ثلاث سنين اربع سنين انت مشيت الموت الخانات اذا هنا تيجي بحال التلامذ مثلا انا واحد الوقت كان عندي ظروف صحيه مشيت وجا استاذ وقلت لهم كي درتوا مع الاستاذ ديالكم جيت لاجي وانا واحد الدري باقي صغير اذا هما براسهم هذاك باقي ما تيجيهم بانه ما غادي يقدر يفهمهم ولكن ما يقريهمش اذا هنا اللي تنتكلم على وزاره التعليم خصها تكون الاساتذه عندهم تكوين بيداغوجي كيفاش نتعاملوا مع التلاميذ هاد سيكولوجية المراهق حنا ملي تنتكلموا على المراهقين راه كما قلنا ملي تيطلع من الابتدائي راه الله عنده 12 سنه تيدخل الاعدادي راه باقي صغير اذا تيجيب واحد القوه واحد جد المشاكل تلقاوها في المرحله ديال الكوليج الاعداديه اللي تلقاو فيها مشاكل كثيره اذا هنا هاد التلميذ الا ما فهماتوش المؤسسه ما فهموش الاداره ما فهموش الاساتذه ما فهموش الاباء هنا فين تيوقع الخلل وهذا هما اللي لقينا ملي تلقى نجلسوا مع تلاميذ تيقول لك انا الاستاذ هذا الصباح استفزني وانا ما عادش جيت طلع لي الدم مالك طلع لك الدم لانني باو الباح امي دابزو باتو تيدابزو شكون هو اللي ساق لي الخبر بانه ما حضرش لان باهم امو تيدابزو شكون عرفت حنا عندنا تلاميذ اللي ماتوا في الاقسام ماتوا عندنا في القسم تلميذه ماتت في القسم ان التلميذ كان عندي انا من احسن التلاميذ ولكن جات المرحله ديال الجاوي تلميذ باهم امو وقعوا عندهم صدمات وقفوا على الطلاق تلميذ في الجاوي جاب ثلاثه طلع البكالوريا مأزم
في ديك السنه ديال البكالوريا بدات ياخذ المعجون بشكل خطير، خذا اوفر دوز توفى، تلميذه اخرى توفات بالمخدرات الى غير ذلك. اذا هاد التلاميذ اللي هما ضحايا خصنا نعرفوهم علاش. رانا من تما جاتني مني توفات التلميذ ديالي باش فكرت ندير هاد الجمعيه ديال الانصات. اذا هنا ملي تنقول للوزاره حنا من 2004 اسست اول مرصد في الثانويه في الرباط، وكانت عليه ضجه اعلاميه كبيره، وكان خدا واحد الحيز كبير من الاعلام، ولكن الوزاره لحد الان حنا باقي ما تلقوش مراكز الانصات للتلاميذ. وانا تنتكلم على مراصد الانصات، لان ملي تنتكلم على مراصد تقنيه جديده اللي هي ماشي جلسه فرديه مع التلميذ، نديروا جلسه جماعيه مع التلاميذ ونخليو التلاميذ يطرحوا الهموم ديالهم، نعلموهم يسمعوا لبعضياتهم ويتواصلوا، لان حنا ما عندناش تواصل مع الاداره اصلا، ما عندناش تواصل حتى مع حنا كجميع ما عندناش تواصل مع الوزاره، لان ملي تتمشي كلشي مشغول، حتى واحد ما غادي يستقبلك. نشوف هدى ونشوف هذه القضيه ديال التواصل، مثلا انتم البنات بيناتكم ولا الاولاد ولا هذا، سواء في المؤسسه ديالكم ولا في مؤسسات اخرى من خلال يعني الاصدقاء ديالكم، هذا واش ملي كيكون مثلا مشكل مع عنده العلاقه يعني بالعمليه التعلميه او خارج يعني مثلا المؤسسه، واش كتلقاو من تعاودوه اللي يسمع لكم ولا في مؤسسات اخرى؟ داخل المدرسه بالنسبه لنا كتبقاو تعاودوا على بعضياتكم غير بيناتنا وبيناتنا، دي فوا كيكونوا مشغولين على القرايه الا كانوا وجد الامتحانات وهذا، كيف فين تلقى شي حد فريمون يسمع لك اللي يعرف يسمع لك. وبالنسبه للاساتذه وهذا قليل، فريمون قليل الاساتذه اللي بغيو يسمعوا لك اللي ماشي مشغولين. بالنسبه للمدرسه نو، ما كاينش فريمون فين شي حد يسمع لك ولا شي حاجه، كنبقاو بيردو سورتو في فتره الامتحانات، كيكون ستريس ولا كان عندك عاوتاني مشاكل في الدار، صافي راه ما عندك ما دير، ما عندك كيفاش تقرا، ما عندك كيفاش دير، وما عندكش كي يسمع لك، النتائج كيكونوا كاتاستروفي. وفي المحيط ديال المدرسه عندك هذا سرق التليفون عندك؟ السرقه ومتاع عندنا شي تلاميذ في القسم، في القسم السابق كان تيتحشوا يدخلوا القسم محشين ينوضوا فوضى فين تقرا. كاين السيده بسام واحد القضيه اللي ربما مرتبطه كذلك بالعنف المدرسي اللي هي الغش في الامتحانات، وهنا اللي كيتسبب يعني في مجموعه حالات العنف ما بين المتعلم وما بين الاستاذ، وكاين بعض الاسر كذلك سمح الله اللي اعتبرت ربما بان الغش اصبح حق مكتسب، وبالتالي كتقدر تسبب يعني في حالات عنف ضد الاستاذ الا ما سمحش لولده او بنته مثلا بان الغش، لان اصبح عنده حق مكتسب هذا الغش. الغش اللي كتسبب في ظاهرات العنف، وهنا يعاضي رجعوا عاوتاني للمسائل اللي كترجع للخريطه المدرسيه اللي ولات كتفرض على ان المؤسسه تعطى واحد الكم خلال واحد السنه، ماشي على الكيف وانما كتعتمد على الكم، وبالتالي لان كيضطروا الاساتذه على انهم يوصلوا تلاميذ، وكيطلع التلميذ من خلال الابتدائي وهو طالع بواحد الرتبه اللي ناقصه، كيوصل للمستوى الاعدادي وهو المستوى ديال المراهقه، وكيلقى نفسه على انه داخل القسم ضروري باش كيكون داك المستوى باين ما بينه وبين تلميذ واحد اخر، وكتركب في نفسه داك الظاهره ديال الحقد الداخلي. اولا كتركب الحقد الداخلي لان داك الاستاذ كيكون كيشتمو، ولا مثلا انه كيدير الفرق ما بينه وما بين داك التلميذ اللي متفوق، كيتركب له حقد داخلي على داك التلميذ اللي هو متفوق، ودائما كيكون كيطرح داك التساؤل علاش هذاك وصل احسن مني، لانه هو كانت عنده نتائج من قبل ربما، ولا الترسبات معلاش طلع داك التلميذ في داك المستوى هكا ناقص، وهذه حقيقه من الاسباب العنف. والا ما دارش داك التلميذ حتى شي حاجه لا مع الاستاذ ولا مع التلاميذ، راه هو العنف اللي شفناه على انه قبيله في الروبورتاج، على انهم في ممتلكات المؤسسه كيحاولوا على انهم يبردوا داك الحر ديالهم في ممتلكات المؤسسه. ونرجعوا على الاخوان ديالي ذكروا على انهم القاعات المداومه داخل المؤسسات، وهذا عمل كتقوم به جمعيه الاباء، وحقيقه اللي هذا من هنا كنشكروا الراعي السامي صاحب الجلاله للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي راها دعم كبير لجمعيه الاباء، لانها اللي كدير معها شراكه، ولات جمعيه الاباء كتفتح داخل المؤسسه قاعه الاعلاميات، قاعه متعدده الوسائط، قاعات لادماج التلاميذ باش ما يخرجوش للانحراف باب المؤسسه، وهذا شيء جميل. ومساله اخرى ديال المساله التواصليه، كيف قالت التلميذه ديالنا، المساله التواصليه واخده الفيدراليه الوطنيه على عاتقها، على انها كدير تكوين الفيدراليات الاقليميه والجهويه، ومن انطلاقا عاوتاني من الفيدراليات الاقليميه والجهويه كيديروا تكوين للجمعيات
على انهم دور الاسره اصبح من الضروري تواجدها داخل المؤسسه. دور الاسره على انها الا كنا على اننا كنا كنحسبوا ان التلميذ منين كيمشي للمؤسسه، انا اديت دوري وكلت وشربت ولبست ومشى للمؤسسه صافي ما بقاليش ما نتبعو، راه دابا العكس، راه ولا عندي دوري اكثر على انني نتبع في المؤسسه اكثر من شي الاخر. لان الا كنا متساعدين ومتفاهمين داخل المؤسسه، وكيف قلنا قبيله على ان المؤسسه وخصوصا الاطر الاداريه الا كانت امنه بالعمل الجمعوي، هذا راه شيء مهم داخل المؤسسات ديالنا، وكنلقاو عائق كبير على ان الاطر الاداريه داخل المؤسسه لما كانتش مامنه بالعمل الجمعوي راه ما كتخلي جمعيه الاباء دير العمل ديالها داخل المؤسسه، وكتحصرها من جميع الجوانب، وكتادي بالتالي الفشل دوك التلاميذ والمنظومه. السي بهاد الدوكي اللي كيعتبر بانه ربما ظاهره العنف ولا العنف المدرسي هو ربما انعكاس يعني العنف بشكل عام في المجتمع، يعني في العلاقات الاسريه، في الشارع، في السير، في الجولان، واش كتشاطروا هذه الفكره هذه؟ في الحقيقه اذا بغينا نرجعوا لهذا الموضوع هذا لابد من استحضار التعليم قبل الاستقلال. نموذج التعليم في المغرب كان مبني على العنف. العنف في المسيد، العنف في الدار، العنف في المهنه، العنف كل هذا، وكانت هذه الفلسفه ديال التعليم تسعى إلى خلق مواطن خانع، مواطن مسالم صالح بمفهوم ما، بمفهوم ما، لأن هناك فلسفة تقوم على ذلك. ولذلك كان المسيد متيني في الفلقة، الأب تيقدم لابن ديالو تيقول له اقتل وانا ندفن، العصا لمن عصى. اذا كانت واحد المنظومه في هذا اللي تتنظم لهذا القمع هذا، وهذا كله تيدخل في اطار فلسفه تربويه لاعاده انتاج بنى اجتماعيه اللي تيمكن الضبط ديالها ويمكن السيطره عليها. ربما تغيرت الامور الان اسباب تاريخيه، رغم انه كاين مازال كيدافع على هذه المقاربه. للاسف الشديد أن هناك، وهنا غادي نمشي حتى للمعلمين، بعض المعلمين مآمنين بأنه كاين خصوصية في المغرب كما كاين خصوصية في مجالات أخرى، تيقولوا أن أولاد المغاربة عندهم خصوصية أخصهم العصا، وهذا خاطئ، لأنه أولاد المغاربة بحالهم بحال اليابانيين بحال الأمريكيين بحال أي هذا، فاستعمال العنف ما تيمكن له إلا يؤدي إلى خلق مواطنين، لأن التلميذ هو مواطن ديال المستقبل، خلق مواطنين اللي ما عندهمش الثقة بنفسهم، مواطنين اللي تيخافوا من الضل ديالهم، مواطنين اللي ما تيمكنش يدافعوا على حقوقهم، مواطنين اللي تيكونوا مهيئين باش يسلموا في الحقوق ديالهم. وهنا العنف كان هو منظومة في العلاقات، منظومة بحيث أن المواطن يتلقى العنف في كل المجالات نتاع الحياه، مثلين المخزن والشرطه والباشا والمقدم والشيخ، اذا كان العنف الظاهره مترسخه بدا، وهذا اللي يجعل ان الابناء بعد النوبات يعودوا ينفجروا، يعيدوا انتاج العنف، انتاج العنف بشكل اخر. قبل ما تشوش بقى شي نقطه فيما يتعلق بالاسباب والمظاهر قبل ما ندوزوا للحلول، بالنسبه للنقطه اللي تكلم عليها الاستاذ وعلى ان التربيه ديالنا منذ القدم، هذه النقطه مهمه واللي هي حقيقه عندنا مشكل في المجتمع ديالنا على انها لازالت التربيه القديمه، رغم ان تطور العصور والازمنه واختلاف الاجيال واختلاف يعني التكنولوجيا، الا ان احنا كمجتمع مغربي مازال عندنا ذاك الهاجس ديال التربيه القديمه هي اللي كتنفع وهي اللي كتصلح، لدرجه على انها هذا الجيل ديال اليوم مثلا في الجيل ديال مازالين كنامنوا على ان الام والجده كتربي احسن منا. يعني هذا حتى هذه المساله راها عندها واحد دافع كبير لخلق واحد الاختلال داخل التلميذ ولا داخل الطفل من صغره، على انه كيلقى مجتمع على برا كيعطيه حقوق
وخصوصا على ان داك الحقوق ما كتفرش لهاش ارضيه اللي كيتوجد فيها داك التلميذ وكيفهم شنو هو حقه وشنو هو واجبه وفي نفس الوقت على انه كيلقى واحد التربيه بواحد الشكل اخر وتما كيتلف وما كيعرفش كيفاش يدير في شخصيته وكتبنى داك الشخصيه الغير الصالحه ولا غير السويه سيده بهجي بالنسبه انا عندي واحد المساله اللي بغيت ناكدها على الوزاره الوصيه هما تلاميذ ديال الاستعطاف وانا تنظن هاد التلميذ اللي دار هذا مارس هذا العنف ضد الاستاذ ديالو راه من التلاميذ ديال الاستعطاف اللي وقع في مدينه سلا هاد التلاميذ ديال الاستعطاف شنو يقصد بالاستعطاف؟ الاستعطاف هما التلاميذ اللي تيكونوا انقطعوا للدراسه وتيديروا طلب الوزاره وتترجعهم للدراسه مره اخرى هادو تيخلقوا لنا حنا مشكل لانه تيكون قطع واحد المده وتيجي حنا مع الاستعطاف مزيان يكون لان حنا خصنا نرجعوا التلاميذ للمدرسه ولكن هاد التلاميذ قبل ما يلتحقوا بهم الاقسام يكون عندهم علاش ناكد على مراسل الانصات يكون عندهم دعم نفسي علاش انقطعتي اشنو هما ادات الاسباب للانقطاع ديالك نعرفوا داك التلميذ اشنو المشكل ديالو اساس الاصلي ندي الا كان عنده مشكل اسري خصنا نعيطوا على الاسره لان كما قلت لك خص يكون عندنا عمل تكامل وتشارك بين الاسره وبين نشوفوا الاسره ها ولدك ها المشكل اللي عنده ها المشكل اللي عنده ها انت ما تساعدوه من جانب واحد حنا نساعدوه اذا كان دعم نفسي خصنا نوفروا لهم اخصائيين داخل المؤسسه اللي يديروا هذا الدعم النفسي اذا كان عندهم مشاكل اخرى مثلا مستوى الدراسه ضعيف نديروا لهم دعم تربوي دخلتي الشق ديال الحلول واخا استاذ واحد المساله اخرى انا بغيت الوزاره تعيد النظر لان كاستاذه في المجالس التاديبيه ومجالس الاقسام المجالس التاديبيه راه مشكله كبيره احنا عانينا مع المجالس الاديبيه لان التلميذ تيكون عنده مشكل الاستاذ تيقول بانه خصو يتعاقب هو خصو يتعاقب ولكن ماشي نوقفوا 10 ايام 10 ايام والتلميذ موقف اذا هذا التلميذ فين تنرميه؟ تنرميه لمحيط المدرسه محيط المدرسه شنو فيه؟ فيه المخدرات فيه الانحرافات فيه الدعاره مدرسه الاجرام كل شيء اللي بغيتي انا عارفه تلاميذ اللي كانوا وقفوا مجلس اديبيه ونحرفوا اذا هنا تنقولوا انا هاد التلميذ عوض حنا ما نجريو عليه من المدرسه نحتضنوه داخل المدرسه ونشوفوا اشنو السبب اللي داه داك العنف هذاك الاستاذ نشوفوا اخونا ديال المشاهدين حسين نعم اذا الرسائل والمساهمات ديال المشاهدين متواصله وكتفاعل مع محاور النقاش اللي طرحناها هنا بالاستوديو لاحظنا اراء مختلفه وتمظهرات عديده نبداو مثلا بهيثم رحيوي من فاس كيقدم نفسه بانه مساعد اجتماعي وكيسال الضيوف لماذا تم الاستغناء على المساعدين الاجتماعيين كما كان مقررا في المخطط الاستعجالي من اجل الحد من العنف ومجموعه من المشاكل الاجتماعيه والسلوكيه اللي كتخبط فيها المدرسه المغربيه من جهته السيد محمد رحيم اطار تربوي باحدى الثانويات يقول كلما جوبها التلاميذ بالتجاهل والرفض وعدم الاكتراث كلما كانت ردته فعلهم عنيفه وبالتالي ردت فعلهم عنيفه تجاه الاطر الاداريه والتربويه ويسال الضيوف من هو هذا العنيف الذي اضحى يخيفنا الم يكن تلميذا يفترض ان نحتضنه بدل ان نقابله بسرج باك وهذا ليس هو الحل الحسن صابر هذا استاذ ديال الاجتماعيات باحدى ثانويات باسفي كيقول ان عدوانيه التلاميذ تكون مضاعفه بفعل غياب رحابه الفضاءات وجماليتها تلميذ يصادف الاكتظاظ في العمران في السكن في الشارع مرورا بالاقسام المكتظه غياب رحابه الفضاءات يضيق على رحابه الصدور ويلغي امكانيه التسامح اللي كنقلبوا عليه عدد كبير من المشاهدين من بينهم لبنى وصفي من اكادير خالد حاجي من الرباط ورفيق وعزيز غيرهم اللي كيتحدثوا على المؤسسات في الاحياء الهامشيه اللي كتعيش اكتظاظ وظروف اجتماعيه متدنيه كتدفع التلميذ لممارسه العنف داخل المؤسسه في قسم يضم 50 تلميذا وهو لا يتحمل الا 30 وفيه تاكيد على ارتباط التعليم بالجوده وليس بارقام النجاح واعداد الناجحين من التلاميذ. من جهته السيد عبد الفتاح بكير من الدار البيضاء يسال الضيوف الا يؤدي تدني المستوى الدراسي وعدم مواكبه المقررات الدراسيه الى العنف داخل الاقسام وبالتالي بمحيط المؤسسة التعليمية والمجتمع بصفة عامة. ننهي بسؤال السيد سعيد صابر موجه للضيوف حلقة هذا اليوم حول العنف بين الأطر التربوية والإدارية، ألا تجدون أن السبب المؤدي للعنف بين أطر التدريس وزملائهم في العمل هي الصراعات الحزبية والنقابية؟ بعض الإدارات تغض الطرف عن تجاوزات المدرسين وبعض الأساتذة بسبب انتماءاتهم النقابية والحزبية وهذا فيه خلل كبير في المنظومه التربويه. سي بحدود طلبتي الكلمه قبل قليل. فعلا فيما يتعلق بالمشاكل التي تعرفها المؤسسات التعليميه وخاصه
رفض الانضباط في المؤسسة هو راجع لعدم إشراك التلاميذ في وضع القوانين المنظمة للمدرسة، بحيث أن هناك قانون داخلي للمؤسسة ينزل عليهم من فوق دون أن يساهموا فيه، دون أن يعطوا رأيهم فيه، فيعتبرونه ليس قانونهم، وبالتالي يواجهونا بالتحدي وبالرفض. ولذلك عند وضع القوانين الداخلية لابد من إشراك التلاميذ. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني فيما يتعلق بالتواصل بين الأستاذ وبين التلاميذ في قضية التنقيط، لابد أن تكون مصادر التنقيط واضحة حتى يقتنع التلميذ بأن ما ناله من نقاط عادل وغير مجحف، لأنه الغموض في بعض الأحيان يؤدي إلى أن التلميذ يعتبر أنه غمط حقه وأن الأستاذ لم يكن عادل كما لم يكن منصف. سي فارس، شي تعقيب الأفكار اللي سمعتي؟ لا، طيب، أنا في اعتقادي كاين بعض النقاط اللي مرات لابد تتوضح فيها. أولا، هناك برنامج عام اسمه الحياة المدرسية، وتم الاشتغال عليه في البرنامج الاستعجالي، لم يحقق كل الأهداف اللي كانت مطلوبة، ولكن راه اشتغل من خلال واحد المنهجية اللي تتسمى مشروع المؤسسة. واليوم عندنا تأهيل نتاع جميع المديرين في السلك الابتدائي والإعدادي ومرحلة لاحقة الثانوي، أي في حدود 10,000 مدير للتحكم في القدرات التدبيرية والتواصلية، وكذلك معالجة الظواهر الانحرافية. عندنا موجود الأندية، وعندنا المراصد الجهوية، وعندنا كذلك تثقيف بالنظير، وعندنا هذه المعطيات كلها. قد تكون بعض المؤسسات ما موجوداش فيها، دور المؤسسات اللي ما فيهاش تصل الوزارة. أنا دور الوزارة هو أن تعمم اختيارات كبرى اشتغلت عليها من أجل توفير كل الشروط والضمانات لهذا الوضع الجديد الذي نطمح إليه داخل المدرسة. رقم 2، ما يتعلق بالفضاءات، أن الوزارة شهدت تحولا جد هام بالنسبة للفضاءات التعليمية، من قاعات متعددة الوسائط وفضاءات اللي هي مناسبة، ماشي جمعية الآباء اللي كتبنيها، لا، هذا ميزانية تاع الدولة، باش نكون واضحين، ميزانية تاع الدولة. الأمر اللي عندنا هو أنه عندنا رغبتين متناقضتين، هو تعميم التعليم، ولما كنعمموا كيوقع لنا الضغط. ولذلك الحكومة الحالية ووزارة التربية الوطنية مبرمجة في الميزانية 2013 أكثر من 500 مؤسسة تعليمية يتم البناء ديالها من أجل الاستجابة للشروط التربوية ولمنطق الجودة. كذلك تمت الإشارة للغش. الغش حقيقة عنده أسباب وعنده ظروف، ولكن الغش أساسا هو ظاهرة ممقوتة، هو جبن، هو تعدي على الحقوق نتاع الآخرين، ويجب أن نتفق جميعا لا هواد مع الغش، لأن الغش فيه ضرب للصميم لمصداقية نتائج المدرسة المغربية. كذلك تم الحديث على القانون الداخلي. القانون الداخلي ما هو معمول به؟ أنه يوضع بمشاركة المتعلمين، وهناك ميثاق القسم يوضع بمشاركة المتعلمين. والمؤسسات اللي ما كتحترمش هذه الضوابط، السيد الوزير كان في بداية الموسم دار واحد الخط أخضر، نخبروا الوزارة من أجل التدخل لتصحيح الاختلالات اللي كتعرفوا المؤسسة. اختياراتنا في هذه اللحظة هو أن وزارة التربية الوطنية تبحث عن الاختلالات المتعلقة بالمؤسسة والعودة إلى المؤسسة باعتبارها هي الخلية الأساس، وأن أي إصلاح يجب أن يتم داخل المدرسة المغربية، لأن هي نقطة الانطلاق وهي نقطة النهاية. احنا مستعدين لجميع الاقتراحات، ما نغبطوش الحق نتاع المدرسة المغربية. هناك مجهودات، هناك صعوبات، ولكن هذه الصعوبات مستعدين أننا كاملين نتعاونوا من أجل أننا نتغلبوا عليها. أنا نتفق مع الأستاذ، كاين نقاط اللي كاين فيها اتفاق ونقاط اللي ما نتفقوش معاه فيها. هو بالنسبة لإصلاح المؤسسات كاين، حنا في الأنشطة الآن ملي تنزولوا الأنشطة كنا ما تلقاوش قاعة ديال الأنشطة، الآن ولاو فضاءات داخل المؤسسة جهزوها إلى غير ذلك. ولكن خصنا نعرفوا أن هذه الفضاءات اللي تجي داخل المؤسسة خاصة في هوامش ديال المدينة، أنها القاعة موجودة فيها لي زورديناتور موجودين إلى غير ذلك. طلبنا من السيد المدير باش نجيو نديروا نشاط تحسيسي للتلاميذ حول المخدرات. ما يمكنش أستاذ نحل لك ديك القاعة. علاش أستاذ ما يمكنش تحلها ليا؟ لأن حنا لي زورديناتور خايفين عليهم. إذا ولاو ديك لي زورديناتور ديكور داخل المؤسسة، ما تيدخلوا الدراري يخدموا فيهم، علاش حنا غنديروا هذوك لي زورديناتور وقاعة وحنا سادين عليها وحنا واقفين جايبين الأطباء اللي غادي يشتغلوا وما عندناش قاعة ديال الاشتغال؟ عندنا مؤسسة
اللي ناضلت رئيسة الجمعية اللي هي معنا في الجمعية ديالنا ورئيسة جمعية آباء ديال المؤسسة دارت خزانة جس في المدرسة الابتدائية، وحنا ديك الخزانة تجي تدنها فضاء للإنصات أيضا، وناضلت رئيسة الجمعية باش دارتها. جا السيد المدير تيسدها علينا، التلامذ غادي يخسروا لنا دوك الكتوبة وغادي يخسروا دوك الدفاتر، راه حتى العقلية ديال المديري راه خاصها تغير، بأن كل حاجة موجودة في المؤسسة هي ملك للتلميذ وليس ملك للإدارة. هذه راه خاصها الوزارة تدير. مشكل آخر اللي تلقاو حنا في الأنشطة ديالنا هي في المدارس الابتدائية، وهي وجدنا فيها المخدرات، وجدنا فيها التدخين، وجدنا فيها المشاكل كلها، سواء قطاع خاص أو قطاع عام بدون استثناء، بدون ذكر الأسماء. ملي تمشي مدرسة ابتدائية ما تيمكنش نديرو فيها الأنشطة بصفة نهائية. علاش؟ لأن المدير بوحدو كاين، ما كاين إدارة ما كايناش. واش مدير أنا ما تنلوموش، أنت سد علينا الباب ما تنلوموش، البسيكولوج واقفة، تصور أنت أنك خالق مرصد الإنصات وتعويضة ديال البسيكولوج، وكما تكلم السيد على الضوء ديال ليزاسيستونس سوسيال ديال المساعدة الاجتماعية وهو مهم، عطانا نتائج جد إيجابية، ونتنأكد على الدور ديال المساعدات خصهم يكونوا داخل المؤسسة. أشنو تلقاو؟ سد علينا، وإلا وتلاربع في عشية ما تخلونيش نرتاح، أنا بوحدي وعيني حمرين وعيان ومتعب. إذا خصنا نعيدوا النظر في المؤسسات التعليمية وفي الفضاءات ديالها. إلا درنا فضاءات ودرنا هذه، أنا اشتغلت في مؤسسات ما فيهمش خزانة، ما فيهاش قاعة مطالعة، ما فيهاش هذه، والله العظيم نقطع دوك الكراتن ديال الكتوبة وتنجبد وتنعطي نوزع التلاميذ، لأجل المفتش وقف جنبي باش نديروا هذه العملية. إذا هنا خصنا، إلا حتى إلا درنا فضاءات خصنا نديروا الناس المناسبين في المكان المناسب، ما يكون مدير مؤسسة حتى يكون مؤهل لها. والمؤسسات اللي تكون في الاكتظاظ خصها تكون كما قال الاستاذ قبيله، يكون فيها هيئه اداريه كبيره طاقم كافي. ومساله اخرى سي جامع اللي غناكد عليها، هو ان احنا درنا تكوين 12 دوره تكوينيه للاساتذه، والاساتذه متطوعين تياخذوش تعويض مقابل، ولكن عينا من ناديو في الرباط وفي خارج الرباط باش هاد الاساتذه يكون تخفيف ساعات العمل، تخفيف باش هو يكون في داك المرصد الانصات باش يحل المشكل، لانه هو الوسيط، لان داك التلميذ الا وقع له مشكل مع هذه. حنا درنا تصالح ما بين الاباء، تصالح ما بين الاباء وما بين التلاميذ. البنت تشكي من امها انها مرسى على، انا نتكلم على نوع اخر من العنف واللي خصهم يعرفوا الاباء من خلال هذا المنبر، وان العنف اللي تيمارسوا الاباء على ولادهم لما يشعروا، اللي تيحرموا ولادهم من التجمعات العائليه، ما بقيت بيت عماتك وهي تقول ما بقيت بيت خالاتك الى غير ذلك، لقات التلميذه نفسها في الشارع، جات ما تتشكي علاش تاخذ بنتي المخدرات. ملي جات البنت المرصد وفتحنا لها مجال قالت لك راه امي حرمتنا مع عماتنا، ملي حرمتنا باها حرمنا من خالتنا. اذا هذا نوع اخر من العنف يتمارس على الدراري داخل الاسره. اذا تلقاو ان التلاميذ، حنا اللي كنا تنقولوا، لان كاين اساتذه اللي تيلوموا تيقول لك تدسري لنا التلاميذ، حنا ما تنصروش التلاميذ، حنا تنقولوا بان ذاك التلميذ ما هو الا صفحه بيضاء مخده الى ما استمدوا من الحياه اليوميه ومن التجارب. واحد 30 ثانيه، نعم. انا غير رساله نمررها، اي مؤسسه تعليميه لم تفتح الفضاءات او لم تضع التجهيزات كيفما كان نوعها، هنا اشاره المتعلمين والمتعلمات والاساتذه، اتصل بالوزاره وناخذ الاجراء في حدود 48 ساعه. التجهيزات تاع الدوله المغربيه، صيفطوا غير باب الرواح، صيفطوا باب الرواح وصيفطوا السيد الوزير ولا المسؤولين في الوزاره سيتخذون القرار. لا يعقل ان الدوله تصرف ميزانيه ونديروا حنا المتحف، ما بقاش هذه الثقافه. لا غير سويت استاذ، واش كاين شي مخاطب مثلا لهذا الشيء كيحصلهم؟ بعثي مباشره السيد الوزير كيحيل على الجهات المختصه. السيد وزير التربيه الوطنيه بعثي له باب الرواح نهار الاثنين تاخذ الاجراء، لا نقاش في ذلك. هذه المقاربه ديالنا اليوم. انا بالنسبه عندي واحد التعقيب على الخطاب الرسمي المتفائل باصلاح المدرسه الوطنيه. هذه 40 سنه وحنا في الاصلاحات، اصلاحات متتاليه. بدا الاصلاح في 85، ثم بدا الاصلاح ديال الثاني في 90، ثم الاستعجالي، ثم الان، بحيث ليست هناك استمراريه، هناك قطيعه ما بين الاصلاح والاصلاح. وكل ما تيجي مسؤول وزاري الا وتيوجه لنا الخطاب المتفائل بان المدرسه ستستعيد كرامتها وستستعيد جودتها وإلى غير ذلك منسى. في الحقيقة أنه الوضع التعليم مزري، وأنه خص إصلاح جذري،
ودون ذلك فإن الأوضاع ستعيد لأننا نتناقش في نفس النقاشات بنفس الهياكل بنفس الأطروحات اللي كانت دون أن نتقدم. المغرب تصرف ملايير، 25% من الميزانية ديال المغرب تصرف على التعليم، ما هي النتائج؟ لا هذا السؤال. فلوس المغاربة تيخلصوا من ضرائب تيتصرفوا على التعليم إمكانيات هائلة، لكن لحد الآن فإن نتائج التعليم، وهذا تيتطلب إصلاح جذري، وهذا الإصلاح هذا مرتبط بإرادة سياسية، لا بد من إرادة سياسية قوية من أجل إنجاز الإصلاح المطلوب، ودون ذلك سنبقى ندور في حلقة مفرغة، والزمن يسير بسرعة، التطورات العالمية، الإنجازات العلمية التي تقع في هذه البلدان سوف لن ينتظرون. باش نرجعوا سيدي لقضية العنف هدى. بالنسبة للإصلاحات النتائج مثلا بشكل عام كيوليو الناس كينجحوا أكثر. سو با ديغ أن الوزارة نجحت في لو بلان اللي دارت. مثلا كينجحوا الناس أكثر خصهم يشوفوا ماشي الكمية الكيفية. شنو ذاك التلميذ شنو فهم؟ شنو فهم في ذاك ملي دوز الباك؟ واش فاهم داك الشيء ولا غير حافظوا ولا حاطوا ولا ناجح ناجح ثمانية ولا ناقلوا؟ خصنا نشوفوا الكيفيه. سو با ديغ ان نجحوا الناس اكثر هذا العام اكثر من العام اللي فات، سو با ديغ نجح لو بلون ديال الوزاره. وبالنسبه للغش، الغش سي فغي ماشي مزيان ماشي مزيان وما خصش ما يديروا، ولكن ملي كيشوف ان مثلا الاستاذ كيعطي يحفظ غير يحفظ وما فاهمش، يحفظ جوج دروس ولا ثلاثه وما فاهمش، علاش غادي يحفظهم؟ كيسهل له انه يدير تحريز ولا شي حاجه وينقل داك الشيء. وبالنسبه للبيداغوجي اللي كيعلموا بها الاساتذه، كاين شي اساتذه كيعلموا بيداغوجي مزيانه، ولكن كاين شي بيداغوجي اللي صعيب باش التلميذ يفهمها، خصهم يديروا لها سامبليسيتي في الدروس. الدرس مثلا شي درس في الماط هو ممكن لك تخرج بطريقه سهله، ولكن هما كيصعبوا عليك الامور. قبل ما ندوزو النقط ديال المحور ديال الحلول والمقترحات، نتابع واحد الروبورتاج اللي فعلا فيه يعني بعض الحلول اللي تكلم عليها السي فارس سعيد، المراقبه ديال الناس الامن وهذا، وفيها كذلك بعض التجارب ديال المراكز الانصات. روبورتاج دائما من انجاز احمد المكاوي. فرقة شرطة مختصة تراقب محيط المؤسسة التعليمية، أستاذة متطوعة تستمع للتلاميذ، نموذجان لمحاربة العنف المدرسي داخل وخارج المؤسسات التعليمية. من خلال الممارسه ديالنا لجميع المؤسسات التعليميه اللي كنهضروا عليها، كاين ممارسه العنف، العنف كاين، العنف قائم بالمدارس، وحنا في اطار المحاربه ديالو، في اطار التوعيه والتواصل مع التلاميذ. المؤسسه التعليميه مركز استماع كيشكل ضروره مليحه جدا. لماذا؟ لان خلف قناع التلميذ، لان حنا كنتعاملوا مع التلميذ كتلميذ، ماشي كانسان وكمراهق وكائن بشري تيعرف تداخل مجموعه من العوامل في تكوين الشخصيه ديالو. المنطقة الأمنية بسيدي البرنوسي بالدار البيضاء، خلية الأمن المدرسي تنطلق لمراقبة محيط المؤسسة التعليمية. فور الوصول يبدأ العمل، ملاحقة شخص فر بعد رؤية خلية الأمن المدرسي. كتهرب وكتلوح، نحتي المعجون ونحتي الحشيش. شوف احنا راه الشرطة كندويو معاك، فهمتيني؟ انا الشرطه كندوي معاك، وانت كمواطن ما كتقراش هنا وكنتي معمر هنا، كنتي كتخدر هنا، فين كتسكن؟ منصور واحد بعيد على المؤسسه. يرسل المشتبه به للتحقيق، والفرقه تفك نزاعا بين تلميذين. ضربني زي يزيد التليفون، راهمني اللي زي تتحقوا ديال من ربحتوا مع الجو، خذوا من الدائره المختصه تتاكدوا ديال من اللي زي. بالنسبه لهذا العنف بعض الاحيان كنلقاو تام بين الناس غرباء عن المؤسسه، كاين الناس غرباء عن المؤسسه كنلقاهم بعض المرات كيتعانفوا، وكاين اسباب هاد الظاهره ديال العنف مع بين التلاميذ وغير التلاميذ وحتى الغرباء عن المؤسسات، كاين ظاهره المخدرات كتدخل كعامل اساسي. على الصعيد الوطني، فرق الأمن المدرسي أوقفت خلال الموسم الدراسي المنصرم 1962 شخصا، من بينهم 514 طالبا أو تلميذا. السؤال، هل المراقبة الأمنية كافية للحد من العنف المدرسي؟
المقاربة الأمنية ما يمكنش تحل لك الإشكالية، لأن كاين هناك إشكاليات. مثلا أين تبتدئ السلطات ديال الجهاز التربوي الداخلي عندما يتعلق الأمر بمخالفة أو جريمة داخل الفضاء التربوي، ومتى يبدأ الدور ديال الأجهزة المكلفة بتطبيق القانون؟ هنا كاين واحد التداخل في الاختصاص، أين هو اللي الأصلح للتطبيق؟ للخروج من المقاربة الأمنية الثرفة، فرق الأمن المدرسي وفرق أمنية أخرى بدأت تدخل إلى المؤسسات التعليمية، الغرض التحسيس بمخاطر المخدرات، احترام قانون السير والعنف المدرسي. الصباح كنلبسوا حويجاتنا وكنجيو للمؤسسة، إذا هنا حنا كنجيو باش نقراو ماشي باش نضاربوا، وحنا خصنا نتعاونوا مع بعضياتنا. هنا بداخل ثانوية بالدار البيضاء تختلف مقاربة محاربة العنف. أستاذة تعطي من وقتها للاستماع للتلاميذ. عديتي رخصة أنك ما تكمليش معنا، بقيتي كتجي وكتواصلي معنا، وحنا هادشي اللي بغينا. التواصل ضروري، الحوار ضروري، والتلميذ في جميع المراحل النمائية ماشي فقط في مرحلة الثانوية التأهيلية محتاج الشخص اللي يتواصل معاه ويفهمه ويتفهمه. خاصني نفهم التلميذ ونتفهم التلميذ. التواصل تقوم به الأستاذة المتطوعة بمركز استماع تابع للثانوية. اللحظة للبوح. أستاذ أنا مشاكل اللي كنلقاو في المدرسة التعامل أستاذ مع التلميذ، كاين بعض الأساتذة كاع ما كيعرفوا يتعاملوا مع التلاميذ ديالهم. نعم. فكيلقى مع داخل القسم. اقتراحات تقترحها أنت حول من أجل ضبط هذا العنف داخل المؤسسة التعليمية؟ ما كرهناش من يخرجوا من عند والدينا نمشيو عند والدينا وحدين اخرين اللي في المدرسة. يدخلوا الاستاذ يعطيك الخاطر ويهضر معاك ويريح معاك يشوف شنو خاصك، يقدر تعود لي اصلا انت مشاكل ما عندهاش علاقة بالدراسة تقدر تصاحب معاك. من بعد عملية الاستماع هنا سمعت التلميذ ان كاين حالات اللي ممكن نسمع ليها حصة جوج ثلاثة والتلميذ كيتفش المشكل كينقص. كاين حالات اللي واخا كنسمع ليها راه فعلا خففت شوية، ولكن خاصه متابعة اخصائي نفسي، متابعة طبيب نفساني، خاصه مختص. فهنا احنا محتاجين مختصين. خبراء في علم النفس، شرطة مختصة، وبالأساس بناء جسر التواصل مع فئة قلما تجد من يستمع لها. لكن هنا يعني ربما عنصرين من الحلول، هذا كاين بطبيعة الحال المتابعة الأمنية والضبط الأمني، وكاين القضية الإنصات والاستماع سواء للتلاميذ أو لا لهذ الأطراف اللي في العملية ديال العنف. شوف سي فارس، بالنسبة لك أنت في الحلول والمقاربات الأولوية باش خصنا نبداو؟ أنا في اعتقادي كاين حزمة متكاملة فيها شق تربوي، شق تنشئي، وشق قانوني. الشق التربوي هو مسؤولية المدرسة بامتياز، ويمرر من خلال المقررات والبرامج والتصور اللي كيتبنى اللي هو المنهاج اللي خصو يكون هو موجود فيه بعض الجوانب، فيه التربية على المواطنة، على الديمقراطية، ولكن يجب تعزيزها بسلوكات عملية وبفضاء تعليمي يتم فيه احترام كرامة المتعلم كأساس، لأنه المقاربة الحقوقية كتقوم على الكرامة، الكرامة كتأدي الحق، والحق كيعطينا الحق المقرون بالواجب. هادو ثلاثة المرتكزات أساسيين في المقاربة الحقوقية. هذا الفصل باش يمكن ينجح فيه التواصل الفعال كيعطي لكل متعلم الحق باش يعبر على ذاته والأستاذ يستوعبه، ولكن في إطار الاحترام المتبادل، لأن الأستاذ ما كيبقاش أستاذ، كيولي عبارة عن ميسير ومدرب، وهدفه هو نجاحه يتمثل في نجاح المتعلمين على المستوى التعليمي والمستوى التربوي والمستوى نتاع اكتمال الشخصيه ديالهم. المستوى الثاني هو خارج فضاء القسم، هذا دائما في الشق التربوي، هو ما يسمى بالحياه المدرسيه، هو الدعم نتاع الانديه وترسيخها اكثر، سواء الانديه نتاع المواطنه او البيئه او جميع الفنون المساعده على تفتح الشخصيه، لان هذه كتمتص الشحنه القلقيه وتساعد على بلوره الشخصيه وعلى الانتقال من التمركز حول الانا الى النحن الجمعي اللي كتبني المجتمع الصغير داخل المدرسة، الانتقال إلى المجتمع الآخر. المستوى الثاني هو التنشئي، التنشئي كتدخل فيه الأسرة. خليك السي فارس باش نمشيو بنقطة بنقطة، مثلا غير باش نبقاو الفضاء المدرسة دائما، نشوف السيدة باجي كيفاش هي كتشوف ربما الفضاء المدرسي والمدرسة والأستاذ، يعني ربما كيفاش خصو يكون باش نتفاداو ما نحن بصدد الحديث عنه. أنا أستاذ من خلال الروبورتاج نشوف بأن خصنا واحد التكامل بين المقاربة الأمنية
والمقاربة السيكو سوسيو ثقافية، بمعنى أن خصنا واحد العمل تكاملي. الشرطة رغم أن هذا تدرنا في قلبنا نشوفه الأم تجار التلميذ وتيدير هذا شوية تيدر، ولكن ضرورة ضرورة فرضاته، لأن احنا هذه الأيام في الرباط نخرج أنا مع الشرطة باش نديروا تحسيس في إطار شراكة اللي دارتها مع وزارة التعليم، طلبت مني النيابة أنني نخرج مع الشرطة نديروا تحسيس. هو مهم، تدخل الأمن مهم، ورغم أننا حنا ما كناش بغينا نشوفوا هذا المرض، ولكن ضرورة دفعته. اللي خاصنا آخر اللي كنت نكدوا عليه هو أننا خاصنا ذاك التفاهم اللي يكون داخل المؤسسة، أسرة، أستاذ، إدارة، إلى غير ذلك. واللي خاصنا هو أن هذه الوزارة الوصية دعم الجمعيات اللي تيشتغلوا في المجال. حنا دابا تنشوفوا مركز الاستماع، ولكن كما قالت الاستاذه هي تستمع للتلميذ ومن بعد الاستماع، واي نوع من الاستماع، لان حتى الانصات للتلميذ راه عنده شروط، عنده تقنيات، عنده مواصفات خاصه. حنا راه سنوات وحنا تنديروا التكوين، حنا من حظي انا من اسس اول مرصد في الثانويه اللي كنت فيها ومن الجمعيه كان معنا اللي تنوجه له الشكر الجزيل هو البروفيسور جلال توفيق مدير مستشفى الرازي، تيدير لنا التكوين الاساتذه. مني بدينا وكانت معنا استاذه اسيا اقصبي واحد المجموعه اللي تيديروا لنا التكوين الاساتذه، 12 دوره درنا التكوين الاساتذه. اذا باش يعرفوا كيفاش ينصتوا، وتتقول من بعد الانصات راه عندها الحق. خاصنا حنا محظوظين في مدينه الرباط لان درنا شراكه مع المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا من خلال مستشفى الرازي اللي هما الاطباء في اطار شراكه اللي تنديو التلاميذ ديالنا. لقينا تلاميذ ديال الامراض النفسيه، تلاميذ ديال الامراض العقليه في الابتدائي، تيقرا هو مريض عقليا، التلاميذ تيقرا هو تيدوي على الكروسه ديال الليمون وديال هذا، والتلاميذ تيضحكوا عليه وتيستفزوه. اذا هذا كي غنخرجوه نزيدوا تنوتروه. لقينا تلاميذ ديال الامراض موجوده كثيره، والان شحال من تلميذ راه نازل ديال المستشفى فيهم ديال المخدرات بشكل كبير. لو كان ما كانش عندنا هذه الامكانيه حتى احنا وقفت المشكل وقالت الاستاذه بعد ما تنعش بالليل، علاش؟ لان عندك واحد المجموعه وضعوا فيك الثقه انك سمعتي لهم، ولكن ما معنى الانصات. اذا لهذا هاد المراكز خصهم يتقننوا. حنا الان شكون اللي تيساعدنا؟ المبادره الوطنيه، وتنوجه لها الشكر الجزيل، لان هي في الاول كانت تقول لك حنا ندعموا الانشطه المديره للدخل، ولكن ملي جاوا الطلب ديالنا في الاول ما كانش مقبول، ولكن ملي جاوا حضروا الانشطه وشافوا الاهميه ديالها ولاو تيعطيونا الدعم سنويا وتيساعدونا في هذا العمل. اذا حنا خصنا دعم الوزاره الوصيه، ماشي غير دعم مادي، دعم مادي ومعنوي، لان احنا اصبحنا متجاوزين امام هذا العنف قد المؤسسات. نعم، علاش؟ لاننا اولا الدعم ديال المبادره وديال وزاره الصحه بوحده ما كافيناش، لاننا ملي تنجيبوا قبيله تكلم الاخ على دور المساعدات الاجتماعيات ودور الاخصائيه، انتم تسمعوا ضروري احنا هادو الى جبنا راه عندنا التقارير وكل شيء موثق عندنا شحال من تلميذ تعتق المؤسسة. أنا المؤسسة اللي كنت نقري فيها كان عندي قسم سميتو والو، راه عندي الجرائد اللي كاتبة وجات صحفية من نساء من المغرب، القسم اللي سما نفسه قسم والو، والمدير ديال المؤسسة تيشهد لي بهذا العمل، ما بغاوش يقراو، كلهم تياخذوا باستثناء تلميذة وتلميذ، قسم فيه 30 واحد، كلشي تيجي واخد الشراب، المعجون، الكالة، وحنا في وسط العاصمة ماشي في العوامج المدينة. إذا هذا القسم دوالو علاش؟ لان ملي بديت نقول لهم نقراو تيجوني في اخر ساعه من 5 ل 6 للدرس الفلسفه، وتيجوني خارجين من الرياضه في هيجان، وعاد الضو واش كاين ولا ما كاينش، واكراهات كثيره عندنا حنا كاساتذه. هاد القسم قال لك ما محضرين، لا اش درنا في الحصه الماضيه، شي تيشوف شي تيضحكوا. اذا الحصه الاولى الحصه الثانيه انا عييت، تنقول لهم ديروا لا طابل روند، غادي نناقشوا، غادي نديروا، غادي حتى النهار اللي قلت لهم غادي نعاودوا النكات، عاد بداو لا ما تعاوديش لنا النكات، واش نديرو؟ يلا نديرو لا طابلو غوندو نناقشو. واش نقول لك؟ كل التلميذات تهضر تزيد تبكي، انهم جايبين معاهم مشاكل من ديورهم، عندهم مشاكل كثيره. ما بقاش درس هذا، ولات حصه ديال ولات حصه ديال الانصات، هذيك الحصه ديال الانصات اوستان حلت المشكل، لان في الكونسي دو كلاس ملي كنا كلهم ما عارفينش شنو السبب ديال التغيير. في الدوره الاولى ما جابوش معدل، اربعه اللي جابوا المعدل، الدوره الثانيه ثلاثة اللي ما جابوش المعدل، وشهادات المدير والمؤسسة كاملة. إذا علاش هاد التلام تغيروا؟ لأن شديت القسم قسمته.
ها تلاميذ ديال المسرح، ها تلاميذ ديال الرقص، ها ديال الغناء، ها ديالي، وداروا ملحمه كبيره ودرناها في مجلس اجاده الرباط. اذا هذا هو اللي خاص التلميذ، خاصنا شي واحد يلعب دور الوسيط داخل المؤسسه اللي يجمع الاطراف كلها ويدير لها تصالح. سي بحدو، حنا على مشاريع في انتهاء البرنامج وتكلمنا على العنف وظاهره العنف. اولا الظاهره خاصها احصائيات، ونحن لا نتوفر على احصائيات، ووزارة التربية الوطنية نفسها لا تتوفر على هذه الإحصائيات، ممن وقع هذا العنف، في أي مستوى وقع هذا العنف، ضد من، ما هي الإجراءات التي اتبعت، أين مآل الملف. إذن نحن نتحدث عن العنف بشكل عام. الجانب الثاني في الموضوع هو مسؤولية وزارة التربية الوطنية. الفصل 19 من الوظيفة العمومية ينص على أنه يتعين على الإدارة أن تحمي الموظفين من التهديدات والتهجمات والإهانات والتشنيع والسباب التي قد يستهدفون لها بمناسبة قيام بمهامهم. التجربة تدل على أن الوزارة عمرها ما ساندت شي عضو من الهيئة التعليمية ولا قامت بالمؤازرة ديالو في الاعتداءات التي تقع عليه وما أكثرها. والوزارة والأكاديمية تتوفر على محامين، ولكن هاد المحامين يقوموا بمهام متابعة المساكن المحتلة أو القضايا نتاع المنازعات الإدارية، وهنا المحامين ديال التضامن الجامعي تيتلاقاو مع المحامين ديال الوزارة غير في القضايا ديال النزاعات الإدارية اللي تتمس أعضاء الهيئة التعليمية في المراكز ديالهم القانونية والشطر استعمال السلطة إلى غير ذلك. بالنسبة للتضامن الجامعي المغربي هو اللي تيقوم بهذا الدور. حنا منذ 52 سنة وحنا اللي تنقوموا بالمؤازرة ديال أعضاء الهيئة التعليمية اللي تيتعرضوا للاعتداء والإهانة والشتم وغير ذلك من مظاهر. هذا واخا ما تكلمنا شيء، علاش الاساتذه وقع لهم الاعتداء؟ لانه كاين جانب ديال المدرسه، كاين جانب المواقف ديالهم السياسيه، وكاين جانب اخر هو الاعلام وخاصه الصحافه، بعض الصحافه اللي ساهمت في الحط من مكانه الاعضاء الهيئه التعليميه لانها تشتغل على القضايا اللي تتوقع في المجتمع المدرسي وتتشوهها وتتعطيها ابعاد. يعني البارح بالضبط جريده كاتبه 8 الاعمده ان معلم ضرب تلميذ في تاونات وانه امام القضاء. اذا كان المعلم ضرب تلميذ وخذت الصحيفه 8 الاعمده، هذاك البرلماني اللي تضرب خصو ياخذ في الصفحه، خصو ياخذ نص الصفحه. اذا كان القمع نتاع التلميذ او ضرب نتاع التلميذ 8 الاعمده غير البارح بالضبط، يعني من نظرك انت حدث بسيط هذاك عادي؟ هي 8 الاعمده، 8 عادي يعني في دفاع، هذا حدث عادي ما بسيط هذا. ولكن كاين قضايا كثيره، هي قضيه الاستاذه ديال الخنيفره ديال التلميذ والشغلات عليه حتى الدوزيام، كاين قضيه مريرت، هي قضيه مريرت، كاين قضيه ديال الاستاذ نتاع مجموعه مدارس رباط تنزولين اللي وصفته الصحافه بانه كاليغولا ولا الجزار تنزولين، وهذا متهم بتهم جنسيه. تبت التحقيق القضائي والتحقيق نتاع الدرك والتحقيق نتاع الاداره انه لا اساس لها من الصحه، وان القضيه صراع قبلي بين القبيلتين، ولبسوا المدير. هذا كيفاش غادي يولي هذا المدير قدام العائله ديالو، قدام الوسط ديالو؟ كاين قضيه الاستاذه اللي لقات بواحد التلميذين هنا في الدار البيضاء من الطابق الاول ديال المدرسه، واللي كانت مريضه نفسيا فهمتيني، واللي تناولتها الصحافه وتناولها الاعلام الرسمي، ثم تبين انها مريضه نفسيا وبراءه القضاء. المؤسف ان الاعلام لا يواكب القضايا الى نهايتها، يلا تاخذ الجانب ديال الاثاره، جانب الاثاره وخاصه فيما يتعلق بالتحرش الجنسيه. نحن ضد التحرش الجنسي، ضد ان يقوم اي معلم او هذا بمثل هذا العمل المشين المناقض للمهام التربويه، ولكن هناك مبدا قرينه البراءه، اي انه لا يمكن ان تصبح الصحافه غرفه اتهام واصدار احكام على اعضاء الهيئه التعليميه قبل ان يقول القضاء كلمته. من حق المواطنين ان يعرفوا وان يطلعوا وان يكونوا على بينه مما يجري في هذا. اذا هاد الظاهره العنف، انا غنقول لك
لان في يقول شي مقترحات السباحه مازال ما عطيت حتى شي مقترح. لا لا غير في البي... لا لانه لابد من تحديد الاسباب. حيت ما بقاش الوقت واخا غادي نرجع لكم نشوف السيده البسام. تعقب على التدخل ديال الاستاذ واللي بدا به انه في الاول على انها ما كايناش احصاءات وكنهضروا بالفكره العامه واللي كيرجع لانها ما يمكنش تكون احصاءات لان ما كاينش تصريح بجميع الاعمال العنف اللي كتكون داخل المؤسسات والاكثريه منها اللي كتكون داخل المؤسسات منين كيتعنف التلميذ على الاستاذ كيجهروا بها داخل المؤسسه وكيكون من الضروره على انه يتعاقب التلميذ وعلى انه وانما الكثير على انه منين كيتعنف الاستاذ على التلميذ كنحاولوا على الاداره على اننا نستروها وعلى اننا نجمعوها وعلى اننا ما بقاش لنا بزاف الوقت الا عندكم شي مقترحات. لانها مساله مهمه كيف قال الاستاذ. مقترحات ماشي مهمه. لا حتى المغاربه اللي كيتسناونا كيتسناو حتى هذه راه من المقترحات وكيوليو كيردوا الامر على ان الاستاذه عندها عامل نفسي والاستاذ عنده عامل نفسي. اذا شكون المسؤول على ذاك الاستاذ اللي عنده عامل نفسي ومخلينه داخل المؤسسه على انه يدير داك الشيء لذاك التلميذ؟ شكون هو المسؤول؟ من ضمن المقترحات ومن ضمن الاصلاحات الترقيعيه اللي عينا بسلسله الاقتراحات الترقيعيه واللي حقيقه هو اللي جعل تدهور المنظومه التربويه اللي كتسقط فيه هو يوم بعد يوم هو ذاك الاصلاحات الترقيعيه. الى متى؟ لان الدأبان اما نستأصلوا ونديروا الدواء المباشر واننا نصلحوا هذه المنظومه من الجذور ديالها وننميوها لانها هي اللبنه الاساسيه للجيل الغد والمواطن المغربي، واما على اننا نشوفوا شي طريقه واحده اخرى. اما مسائل الترقيعيه راها عيا منها المواطن المغربي وعيا منها التلميذ واللي كتزيد انها كتعطي الصوره للمجتمع ديالنا. ما نساوش على ان المدرسه المغربيه راها الصوره ديال المجتمع المغربي وحنا ما كنرضاوش على اننا كمغاربه تكون عندنا الصوره بهالطريقه هذه داخل مؤسستنا، وعلى انهم كاينين مشاهدين اجانب من على برا وكيشوفوا مؤسسات وعلى انهم تلاميذ بدك الطريقه كيتعنفوا وما بينهم وما بين الامن. ومن ضمن المقترحات على ان هضرنا على الاشراك الفعلي وهذه كنتمناو على انها ضروره الاشراك الفعلي ديال التلاميذ وديال الاسر داخل المؤسسه، ماشي ككلام اننا نقيدوه في اوراق ونهضروا عليه وانما كفعلي كاننا نمارسوه. لان كيف قال الاستاذ فارس على اننا حقيقه كنجتمعوا كنديروا نظام داخلي ما بين التلميذ وما بين الاسر جمعيه الاباء وما بين، وانما في التالي راه كتولي الاداره اللي كتخدم شغالها وهو العزوف اللي هضر عليه الاستاذ على ان جمعيه الاباء ملي كتشوف ولا الاباء ملي كيشوفوا الاداره خدام شغالها وما معتبراهمش وباغا دير اللي باغا دير، اذا في التالي كيعزف على انه يلتحق بالمؤسسه. سمعوا هدى هريم حتى هي المقترحات اللي عندها عن التلاميذ. بالنسبه للمساعده الاجتماعيه والطبيب النفسي خصهم يكونوا اوبليغاتوار في شاك ليسي شاك كوليج بحال الاستاذ. غتجيب وزاره غتجيب استاذ خصها تجيب مساعد اجتماعي وطبيب نفسي لليسي، راه ماشي خضره فوق الطعام، راه سي اوبليغاتوار باش التلميذ يقدر يقرا، يقدر يكمل في قرايه ويجيب نتائج مزيانه. ما يمكنش داك التلميذ عامر بمشاكل عامر بالستريس غتجي تقول له اقرا، ما يمكنش. خصك تعاونه باش يقرا. هو كيطالب مساعده واخا ما كيقولهاش، هو غير تجبدو باش يهضر راه غادي يهضر لك ويفرغ لك كل شيء. اون فوا يهضر ويتفش ويقدر يترجع ليكيليبغ ديالو غادي يقدر يقرا. حسين الزقلا باقي شي اراء. نعم اذا المشاهدين كذلك كيقدموا حلول واقتراحات لتجاوز اشكاليه العنف بالمؤسسات التعليميه، ناخذ منها مثلا محمد فورباك من ورزازات اللي كيقول اولا يجب اعتماد سياسه الحوار بالاداره والاساتذه والتلاميذ، الاعتماد على مساعدين ومرشدين اجتماعيين ونفسانيين داخل فضاء المدرسه. محمد زوكني من صغرو يقترح بدوره حلين، الاول تفعيل دور الانديه المدرسيه وجمعيات اباء واولياء التلاميذ ودور الشباب كذلك، ثم تكثيف الدوريات الامنيه بمحيط المؤسسات. الحسن عماري من الدار البيضاء يقترح ادماج المقاربه التدريبيه في العمليه التعليميه بمعنى تدريس التنميه الذاتيه والاشتغال على ذات التلميذ لتنمية قدراته وذكائه العاطفي والاجتماعي. مجموعة أخرى من المشاهدين من بينهم محمد أمين من سليمان، الأستاذ محمد علوي من صفرو، أحمد برشيل من أكادير وغيرهم من المتتبعين اللي كيدعيوا إلى ضرورة إحياء الأنشطة المدرسية الموازية والسماح للتلميذ والطالب بالتعبير عن مشاعره وعدم التركيز فقط على جوانب الضعف لديه. من جهته السيد صلاح ثابت من الدار البيضاء يقول أن العنف المدرسي هو تحصيل حاصل للمنظومة التعليمية في ظل غياب فضاءات للترفيه وللتثقيف وانعدام مراقبه الاسره والمجتمع. السيد عبد الغفار الحلوي من مدينه نعم غنساليو بعبد الغفار الحلوي من مدينه جراده اللي كيتسائل واش عندنا نسبه اللي كتحدد حضور الاباء الاولياء في الجمعيات الخاصه بالوسط المدرسي، كم من اسره مغربيه تتابع ابنائها على المستوى الدراسي. مجموعه من التدخلات اللي تلقيناها، القاسم المشترك هو اعاده الاعتبار للمدرسه المغربيه، رصد الامكانيات الماديه اللازمه للاهتمام بوضعيه رجال ونساء التعليم، تطوير فضاءات التلقين
نسبة ميزانية الوزارة الوصية لا تزال ضعيفة، في حين أن الحل الأنجح هو إعادة الاعتبار للمدرسة المغربية وإعادة الاعتبار كذلك للذي كاد أن يكون رسولا. في ثواني معدودة إذا بقى عندكم شيء إضافة سي بحدو. أنا غير ألعب على مستوى الإحصائيات، لأنه السيدة قالت بأنه ما كاينش. حنا عندنا إحصائيات، حنا في التضامن الجامعي عندنا إحصائيات شاملة شاملة، لا غير ما غاديش نقولها كلها، ولكن غنقول لك في عام 1960 كان التضامن عالج سبعة القضايا اللي المعلمين هما اللي متابعين فيها لأنهم ضربوا التلامذ. ما بين 1961 و 1981 كان متوسط القضايا اللي عندنا هو 16 قضية كل سنة. من 81 حتى 90 انتقل العدد ل 87 قضية، وهنا بدا العنف في الاتجاه الآخر. ما بين 1990 إلى الآن اتجهت صعودا إلى 150 قضية. السب والشتم والقذف تيمثل 45% من هذه القضايا. الضرب والجرح تيمثل 11%. الأكثر تعرضا لهذه القضايا هم المدرسون في الابتدائي، المديرون بنسبة 47%. الثانوي الإعدادي 15%. الثانوي التأهيلي 13%. ودائما الجانب ديال الذكور تيتعرضوا أكثر من الإناث. السيدة بعجي، أنا كحل المشكلة تنادي بهاد المراصد ديال الإنصات والتحول التلاميذ، تنطلب بواحد المسألة اللي تكون أساسية، لأننا حنا ملي تنخدموا داخل المؤسسة التعليمية راه جمعية المجتمع المدني راه حبا في الوطن وفي هاد الوليدات اللي هما عماد ديال المستقبل، وهما اللي خصنا نعتمدوا عليهم في السنوات المقبله ان شاء الله. اذا خصنا الجهود كلها تكتل من اجل حمايه هذا التلميذ من نفسه ومن مشاكل اللي تيعيشها، ونوفروا له ظروف ملائمه للادي، وتنطلب بالحاح من الوزاره الوصيه انها تهتم بالجمعيات اللي تتشتغل في الميدان، لاننا بصراحه تلقاو حنا براسنا ما عندناش تواصل، لان ما لقاوش اللي تنصلينا، الا تنصلوا عباد الله تنصلينا. لا، كان مكون تربوي، المكون الثاني هو تنشئي، كيبدا بالاسره، كينتقل للمجتمع المدني والشركاء ديالنا جمعيه الاباء وجميع الجمعيات الفاعله الجاده. الاعلام اساسي، واليوم المغرب فيه خبراء في التربيه، علم الاجتماع، علم النفس، كما نهتم بالسياسه فان المعرفه تهيئنا للنقله الديمقراطيه. مستوى ثالث هو الجانب الحقوقي او القانوني، فالجانب القانوني لا يختزل في الجانب الامني، هو قاعده لتنظيم العلاقات داخل المؤسسه من اجل ممارسه المسؤوليه والحريه، وكيجي عاد الدور الامني اللي كنختزلوه في هذه العمليه رغم اهميته. ولكن من هذا المنبر انا كنقول بان المدرسه المغربيه هي مدرسه الجميع، ويجب كل القوى الحيه ان تتآزر من اجل محاربه كل الظواهر الموشينه. وفي نفس الوقت هذه ثلاث سنين تلاقينا ولا اربع سنين في 2009 وتكلمنا على العنف المدرسي، لابد من مرصد وطني لمحاربه العنف المدرسي ببعد علمي دقيق حتى يمكن يقدم حلول اكثر جديه لمواجهه الظاهره. شكرا سيدي بسام. باختصار انا غادي نقول واحد المقاربه اللي ممكنه وسهله وحقيقه في متناول الجميع، واللي من هذا المنبر الاعلامي كنتمناو على انها توصل لجميع المسؤولين، يعني لا كحكومه ولا كاحزاب سياسيه ولا كنقابات ولا كجمعيات ولا كجميع المواطنين المغاربه عامه، على اننا كيف قلتي قبيله داك الاستقاله اللي قلنا على اننا قدمناها، نسحبوا داك الاستقاله ديالنا ونرجعوا للتكافل الاجتماعي مع بعضياتنا، ونبينوا على داك الروح الوطنيه اللي عندنا، وعلى داك الغيره المغربيه ديالنا، وعلى المواطن المغربي كيف كان كيتميز شحال هذه على انه متكافل مع بعضه البعض، وهذا من السهل على اننا نديروه كاملين، وهذا هو على معولين كاملين. هذه هي المساله، وعلى اننا كفيدراليه وطنيه نحن متفائلين بان المدرسه المغربيه نمد يدنا مع شركائنا جميعا على اننا رحنا معهم، والمدرسه المغربيه بحروها ولا بمرها حنا رحنا كنتفائلوا على اننا نحاولوا نكونوا داعمين في هذه المنظومه، خصوصا على اننا واخدين واحد الخطوه سباقه خلال هذا الشهر هذا يناير، على اننا غادي نديروا ندوه علميه وطنيه حول المنظومه الوطنيه لاصلاح ديالها. شكرا سيده بسام. هدى هريم، باقي عندك شي اضافه؟ بالنسبه انا عندي طلب واحد، داك التلميذ قبل ما تحكم عليه فهمه، حيت ما تقولش عليه داك التلميذ صافي منحرف بوان، فهموا علاش منحرف، يوسف فيت تسمع له تحلوا مشاكل الجامعه. شكرا لكم جميعا، شكرا للجمهور اللي حضر معنا في الاستوديو، شكرا للمشاهدين الكرام، والى اللقاء في فرصه مقبله بحول الله.